السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أرحب بحضرتك أستاذنا الفاضل وأرحب بسادة الحضور باشمهندس سليم بدوي أستاذنا الفاضل البيم مانجر في شركة نقاط فرع اسكندرية ومدرب محترف ومعتمد من أوتوديسك وبيحضر ماستر ديجري في الاستراكشر انجينيرنج ومعتمد في الريفت استراكشر والريفت اركتكشر والريفت ميكانيكال والأوتوكاد. ما شاء الله ربنا يبارك فيه وان شاء الله محاضره قيمه باذن الله. الله اتفضل يا يخليك، سيدي. اتفضل يا الله سيدي. يخليك هندسة على المقدمة الجميلة دي. طيب، النهاردة هنتكلم في كلاش ستادي، كلاش كيس ستادي بروجكت لأحد المشاريع. مبدئيا المشروع ده هو كان مسابقة ما بين الطلبة، ودي أحد البرودكت يعني أو أحد المودلز اللي هي خاصة بالمعماري والإنشائي والميكانيكال والكهرباء. طيب هنتكلم في إيه النهاردة؟ أو هنتكلم في المحاضرة بتاعتنا عن إيه النهاردة؟ المحاضرة بتاعتنا هنتكلم فيها أول حاجة عن الـ coordination stages through modeling process. يعني إيه المراحل الـ coordination اللي إحنا بنعملها في عملية الموديلنج أو على طول فترة حياة الموديلينج، أو مش طول فترة حياة المشروع، لا احنا هنتكلم بس في طول فترة حياة العملية الايه الموديلينج. بعد كده هنخش في الكوردينيشن كيس ستادي بتاعتنا، واللي هنبدأ فيها بكرييت شيرد لوكيشن، هنعمل اديت على الكلاش ماتريكس، هنكرييت السيرش سيتس الخاصة بالنافيس وورك، هنكرييت الكلاش تيستس، هنرن الكلاشز بتاعتنا، وبعد كده نكسبورت النتائج ونوزعها على التيم. طيب مبدئيا يعني لو ان شاء الله ربنا قدرنا وخلصنا المحتوى بالكامل هتكون حاجه كويسه خالص، لو يعني ما خلصناش المحتوى بالكامل ممكن يكون لنا محاضره تانية نكمل فيها يعني ان شاء الله. حابب الاول كده اتكلم عن شويه حاجات او شويه مفاهيم بشكل سريع جدا. اوكي، هتكلم الأول إيه هو الكوردينيشن. الكوردينيشن هي عملية التنسيق ما بين الموديل، سواء الموديل الإنشائي أو المعماري أو الميكانيكال أو وعملية تنسيق ما بين التيم وبعضه أو التيمز وبعضها، سواء التيم الإنشائي برضه أو المعماري أو الميكانيكال. طيب إيه البيم كوردينيتور المفروض يعمل معانا إيه؟ وات بيم كوردينيتور شود دو؟ بصراحة الناس فاهمة ان البيم كوردينيتور ده هو اللي بس شغال على النافس وورك، او هو اللي بيعرف النافس وورك وخلاص، لكن الوظائف او الحاجات اللي المفروض يعملها البيم كوردينيتور ممكن نلخصها مثلا في اربع نقط وان زادوا عن كده. اولا هو لازم يتأكد ان كل موديلر عارف الجزئية اللي هو شغال فيها، يعني مثلا المهندس اللي شغال في جزئيه الموديلنج بتاع السلالم في المعماري يكون فاهم كويس السلالم ازاي، ويكون فاهم الورك فلو بتاع السلالم هيمشي ازاي، يكون عارف مثلا مين بيعمل ايه ومين بيخلي ايه. ما ينفعش البيم موديل او البيم كوردينيتور ما يكونش عارف يعني individually كل واحد في الفريق بيعمل ايه، عشان لما يحصل مشكله يبقى عارف المشكله دي جايه منين او مصدرها فين. تاني حاجة هو ان هو يصلح الايرورز اللي بتبقى على البروجكت بتاعه او اللي بتبقى على الموديل، هو بيكون المسؤول ان هو يصلح الايرورز. مش بتكلم عن الكلاشز، لا انا بتكلم عن الايرورز اللي هي بتكون موجودة في المنشأ، واللي اغلبها مثلا او الحاجات اللي هو بيختص ان هو يصلحها اكتر اللي هي خاصة بعملية اللينكينج ما بين الفايلات وبعضها، بيحصل بعض الايرورز فهو مسؤول ان هو يصلحها. مسؤول كمان ان هو ياخد اركايفد للموديل بتاعه كل فتره، يعني كل فتره ياخد نسخه من الفايلات اللي موجوده ويحطها في فايل خاص بالاركايفد فايل يحتفظ بيها لحين لو لا قدر الله حصل مشكله او حصل مثلا دامج للفايل اللي هم شغالين بيه فيبقى فيه باك اب معاه. كمان من الوظائف المهمه جدا از بيم كوردينيتور ان هو ينسق ملكية العناصر ما بين الإنشائي والمعماري. يعني إيه ينسق ملكية العناصر؟ يعني في بعض العناصر أنا ما ببقاش عارف أعملها في الإنشائي ولا أعملها في المعماري، الإنشائي عايزها عنده والمعماري عايزها عنده،
فوظيفته ان هو ينسق نقل ملكيه العناصر دي. يعني مثلا لو قلنا الاكزامبل بتاعنا مثلا المشهور اللي هو السلالم، فالانشائي ما عندهوش اصلا تاب اسمها انشائي، ومع ذلك هو لازم يرسم السلالم عشان يعمل رينفورسمنت للسلالم عشان يعمل لها حصر. طيب المعماري لا، هو عايز يرسم السلالم عشان مش هيعرف يحط التشطيب من غير ما يرسم السلالم، مش هيعرف يحط الريلينج من غير ما يرسم السلالم. طيب هو بينسق عملية نقل الملكية، يعني الأول مثلا نقول إن السلالم المعماري هيرسمها بعد كده لأنه أكتر خبرة بالسلالم والليفلز بتاعتها، وبعد كده ياخدها منه الإنشائي، بعد كده يرجع المعماري يعدل على السلم بتاعه ويخليه بس يشتغل أزا يعني طبق التشطيب بس، وبعد كده يحط الريلينج وهكذا. فوظيفة الكوردينيتور اللي هو ينظم نقل ملكية العناصر ما بين الديسيبلينز وبعضها. كمان الوظيفة المعروفة وهي عمل الكلاش ديكشن، أو إن هو يوزع الكلاشز أو يصدر الايرورز أو يصدر الأخطاء الموجودة في المنشأ كل حاجة لصاحبها. يعني عامة البيم كوردينيتور مش بيبقى محبوب قوي، لأنه دايما هو اللي بيفضل يعني زي ما بيقولوا بينخرم ورا المودلرز، بيمشي ورا كل واحد يشوف ايه أخطائه وايه مشاكله ويبعت ويبعت، فيعني مش بيبقى من الشخصيات المحبوبة شوية في الشركة. هنتكلم دلوقتي طيب النقطة التانية معانا، امتى ببدأ عملية البيم كوردينيشن؟ عملية البيم كوردينيشن الناس فاهمها ان هي بتبدأ بعد مثلا ما طلع الـ كل واحد يطلع الموديل بتاعه سواء انشائي او معماري او ميكانيكال، تبدا بقى عمليه الكوردينيشن مثلا من عند ال او دي 200 مثلا، نبدا نشوف الايه المشاكل اللي عندنا والكلاشز. طبعا الكلام ده مش مظبوط، وعمليه الكوردينيشن بتبدا من قبل ما احط البيم اكسكيوشن بلان. لكن لو فرضنا ان احنا هنقول ان الاكتوال كوردينيشن از بيم هيبدا في مرحله وضع البيم كوردينيشن البيم اكسكيوشن بلان، فلو مثلا فتحنا كده مثلا بيم اكسكيوشن بلان معانا، الفايل بيحمل بس. اوكي طيب احنا عايزين نروح لصفحة 20 تقريبا وكده، تمام حمل ماشي. اوكي هنلاقي مثلا ان من ضمن البنود بتاعتنا انه بيتكلم هنا عن الكلاش ديتكشن. اوكي ده بيتكلم عن الكوردينيشن اللي احنا عارفينه او المعنى اللي احنا عارفينه بشكل صريح، لكن في بنود قبل كده بيتكلم عن السوفت وير اللي هنستخدمه، وبيتكلم عن البلاتفورم اللي هنستخدمها عشان نتبادل المعلومات، بيتكلم عن حتى الشات اللي هنستخدمه بين كل موديل والمودلرز والتاني عشان يبدأ يتبادل المعلومات بسهولة، سواء الشات ده هيكون شات داخلي ولا هيكون عبارة عن ايميلات. لكن لو بصينا يعني بالشكل المباشر كده هنلاقي هنا بيتكلم عن الكلاش ديتكشن، وبدأ يتكلم عن الكلاش ماتريكس، ويتكلم عن البريورتي بتاع كل element مع التاني. تمام إيه باشمهندس بيقول ان ده فعلا شغله، انا مش انا ما قلتش ان ده شغلي ولا حاجه. اوكي انا بقول ان هو تراست وسايب شركه تراست. اوكي تمام إيه بيتكلم هنا عن بيتكلم عن البريوريتي بتاع كل كلاش او كل تيست. يعني عندي مثلا بريوريتي مقسمها بريوريتي 1 و2 و3 على حسب اهميه الكلاشز، وهنشوفها دلوقتي مع بعض. وهكذا بيبدا يتكلم عن الكلاشز من اول وضع البيم اكسكيوشن بلان.
طيب طيب سؤال تاني، احنا بنحتاج كم بيم كوردينيتور في المشروع بتاعنا؟ حاجة من الحاجات اللي هي يعني اللي كانت موجودة من فترة قريبة، ان احنا لا انا هستغنى عن البيم كوردينيتور، البيم كوردينيتور مش بيعمل لي موديلنج، فيعني انا هستغنى عن البيم كوردينيتور او مش محتاج البيم كوردينيتور. لكن في الحقيقة احنا سؤالنا دلوقتي انت بتحتاج كم بيم كوردينيتور؟ والله على مستوى المشاريع، لو المشروع يعني مشروع متوسط او الشركه مستواها متوسط ما بتاخدش مشاريع كبيره، فانت هتحتاج بيم كوردينيتور واحد. بيم كوردينيتور واحد خبره، يكون عنده الخبره الكافيه ان هو يقدر يعمل كوردينيشن ما بين الاقسام المختلفه، عنده البيزك نوليدج اللي تقدر اللي يخليه يقول له مثلا، يقدر يوجه بتوع الميكانيكال ويقدر يوجه بتوع الاستراكشر والاركتكتشر يعمل ايه وما يعملش ايه، او مين اللي يحرك او مين اللي يشيل او مين اللي يفتح. لكن لو على مستوى مشروع كبير، فانت ممكن تحتاج اكتر من بيم كوردينيتور، تحتاج بيم كوردينيتور في كل ديسيبلين على الاقل لو مشروع مثلا مشروع كبير. طيب هنتكلم في النقطة الأخيرة معانا عشان نبدأ بقى نشتغل بقى، النقطة الأخيرة وهي الميز اباوت بيم كوردينيشن. مجموعة من الخرافات اللي عندنا حوالين الكوردينيشن، وهي ان الكوردينيشن هو جاست كلاش ديتكشن. بصراحة المفهوم ده مشهور جدا، ان انا لو عايز ابقى بيم كوردينيتور يبقى انا هروح اتعلم الكلاش ديتكشن. لا طبعا، الكوردينيشن مش بس كلاش ديتكشن، يعني ده لو احنا قربنا للمفهوم ده او يعني وصلنا دخلنا، لان الكوردينيشن هو عملية كردنة في الموديل ذات نفسه. فلو مثلا فرضنا ان انا هشتغل على بلاتفورم زي برنامج النافيس وورك، فبرنامج النافيس وورك هيجيب لك الكلاشز، لكن مش هيجيب لك العناصر الطايره مثلا، مش هيجيب لك العناصر اللي هي مش معمول لها كونكت صح، مش هيجيب لك العناصر مثلا البايبس اللي مش متوصله مع بعضها. البيم كوردينيشن مش بس مختص بعملية الكلاش ديتكشن أو الحاجات اللي مخبطة في بعضها، لا هو موسوع مفهومه أكبر من كده بكتير. الخرافة التانية وهي إن الكوردينيشن إز نافيس ورك، وده يعني برضو من الحاجات المشهورة، لو أنت عايز تبقى كوردينيتور يبقى أنت تروح تتعلم برنامج النافيس ورك. والحقيقة إن حتى برنامج النافيس ورك مش هو الوحيد حتى في عملية الكوردينيشن. فانا عندي برامج كتير مثلا زي السوليبري، عندي زي تيكلا بيم سايت، عندي زي بيم فيجن، عندي اكتر من برنامج حتى. اوكي، فيعني انك تتعلم بس النافيس ورك ده مش كفايه، لازم تتعلم الورك فلو، لازم تتعلم ازاي تستخدم حتى السوفت وير، كل سوفت وير ليه مميزات، ممكن ازاي تستخدم السوفت ويرز ديت، كل واحد تطلع بالميزه بتاعته بحيث انك توفر شغل وتطلع الكلاشز بتاعتك بشكل اسرع وبشكل احترافي اكتر. طيب بما اننا هنشتغل على كيس ستادي، فعندنا شويه اسامبشن كده هنبدا نقولها على البروجكت اللي احنا هنشتغل عليه دلوقتي. اولا ان الموديلنج بتاع المشروع ده هو معمول من اكتر من شركه، يعني مش بس شركه واحده هي اللي جت عملت الانشائي والمعماري والميكانيكال، لا ده شركه عملت الانشائي وشركه عملت المعماري وشركه تانية عملت الميكانيكال وهكذا. وده الكيس الاصعب، ان لو شركة واحدة هي اللي عاملة البروجكت فالموضوع هيكون اسهل، لكن لما يكون كل شركة عاملة ديسيبلين مختلف او عاملة موديل مختلف للموديل اللي هي مختصة بيه، فبالتالي كده هتكون عملية الكوردينيشن اصعب وهنلاقي كلاشز وهنلاقي مشاكل اكتر. الحاجة التانية او الاسامبشن التاني ان كل المودلز اللي معانا ار في دي يعني كلها معموله بالريفت. اوكي، يعني ما عنديش مثلا 7 3D، ما عنديش اي اف سي مودلز، اي اف سي فايلز، ما عنديش يعني فورمات تانية، لا انا شغال بس على بيئه الريفت. الاسامبشن التالت معايا وان انا هشتغل عن طريق ان انا اصدر ملفات الار في تي للنافيس ورك، او اصدرها من ار في تي لان دبليو سي، ودي احد الورك فلو. يعني انا عندي اكتر من ورك فلو عشان اعمل كونكشن ما بين الريفت وما بين النافيس. عشان اعمل كونكشن ما بين الريفت والنافيس ورك، عندي مثلا ان انا ممكن اكسبورت الفايل من الريفت للنافيس ورك، عندي مثلا ان انا ممكن امبورت فايل النافيس ورك من الريفت،
اكتر من طريقه. طب هامبورت الفايل از ا كومبايند فايل ولا فيدريتد فايل، كل فايل لوحده. طيب برضو وانا باكسبورت هاكسبورت كل فايل لوحده ولا هاكسبورت الفايلات انديفيديوال كده، ولا هاكسبورت مثلا ادوار، ولا هاكسبورت ارياز، ولا ايه بالظبط؟ لا، احنا الاسامبشن بتاعنا ان احنا هنكسبورت من الار في تي الى الان دبليو سي. لكن مش هنحتاج كمان في الاسامبشن الرابع ان احنا نقسم الفايل بتاعنا لستوريز او اريا، لان البروجكت بتاعنا بروجكت صغير، احنا مختارينه بس صغير عشان ايه؟ نعرف بس نشتغل عليه اثناء التسجيل، ما ياخدش وقت في عمليه الاكسبورت. الفرد الرابع وده خاص بالاودينس او خاص بالناس الموجوده معانا، وان الناس عندها good skills about Revit، عندهم معرفه كويسه بالريفت، وعندهم معرفه حتى لو قليله خالص ببرنامج النافسورك. هنفتح كده بقى الريفت مع بعض ونفتح المودلز اللي عندنا. اول حاجه هنبدا بيها خلينا نبدأ بهنا. اوكي هنبدأ نفتح الفايل اللي هو الاركتكتشر، على اعتبار ان الفايل اركتكتشر هو اكتر فايل هيفهمنا الدنيا ماشية ازاي، حجم المنشأ، الفايل بتاعنا عبارة عن ايه بالظبط، هيبدأ يدينا معلومات اكتر من اي فايل تاني. هنقول له نفتح الاركتكتشر والاوبن. نروح لل 3D كده. زي ما انتم شايفين هو عبارة عن فيلا مكونة تقريبا، يعني لو شفناها كده هنلاقيها مكونة من الدور التاني التالت الرابع الخامس، كلهم على بعض 5 أدوار أو 5 بلاطات. المشروع مش عايز ان احنا نقسمه او نبدأ نقسم فيه، لكن احنا هنبدأ دلوقتي لينك الفايلات الخاصة بالستراكشر والميكانيكال والالكتريكال. هنشوف كده الدنيا فيها ايه، هل في كوردينيشن ما بين الفايلز وبعضها ولا لا. ودي كانت حاجة يعني من الحاجات المهمة اللي انت لازم تعملها. انت في البداية زي ما قلنا ان كل ديسيبلين اتعمل بواسطه فيرم معين او بواسطه شركه معينه، فبالتالي انت لازم تتشيك الاول هل اصلا المودلز دي كلها متطابقه مع بعضها ولا لا. هروح دلوقتي هانسيرت اللينكس الثانيه ريفت لينكس اوكي ورك ان بروجرس و ار في تي، وهندخل مثلا اللينك الخاص بالالكتريكال، والبوزيشننج بتاعنا هنكون اوتو انترنال اورجن تو انترنال اورجن، وهقول له اوبن. اوكي طيب زي ما انت شايف كده، اول ما دخلنا الفايل بتاعنا بالشكل ده، واضح ان مفيش كوردينيشن ما بين الفايل الالكتريكال وما بين الفايل المعماري. وده في الغالب ان كل واحد جاله مثلا الفايلات الكاد بتاعته وبدا يرسم من عليها وما خدش اعتباره او ما بصش في اللينكات التانية. اوكي وده بيحصل، يعني بيحصل ممكن يحصل مثلا ما بين الانشائي والمعماري دايما، لان الانشائي بيكون جاي له فايلات بتاعته خاصه بالفايلات الاوتوكاد، بيبدا يرسم المنشا بتاعه
ويطلع وما يبصش خالص على المعماري ولا يحتاج ان هو يلنك المعماري ده في مرحلة مثلا الموديلنج. طبعا ده مش صح، لكن احنا بنجيب الورست كيس يعني. طيب في حالة زي كده هروح مثلا لأي دور من الأدوار، وليكن مثلا الجراوند. اوكي هنلاحظ ان ده لو اخترته كده ده اللينك الالكتريكال متزحزح كتير عن اللينك المعماري او الفايل المعماري، ففي الحالة دي بحتاج ان انا اظبط اللوكيشن. تمام طيب انا دلوقتي عشان اظبط اللوكيشن بتاع الفايل الالكتريكال ده هختار الفايل اوكي وهعمل له ان بين. لو هو معمول له بين، لو معمول له بين هعمل له ان بين، وبعدين هقول له موف، وهموف الفايل بتاعي من تقاطع الجريد ده اللي هو 0i مع تقاطع الجريد ده اللي هو 0i. اوكي ونتأكد ان المحاور مظبوطة مع بعضها اوكي بالشكل ده. تمام المحاور متظبطة مع بعضها. هل كده بس؟ لا طبعا، لسه لازم اشوف كمان الليفلز. زي ما احنا كنا شايفين لو رجعنا تاني للثري دي فيو كده هتلاقي ان تقريبا ما كانوش متظبطين في الثري دي فيو. اوكي تعال نبص برضو هل هم متظبطين ولا لا. فاروح مثلا لاي واجهة زي النورث او الايست ونروح نشوف الدنيا كده. اوكي يعني انا شايف الدنيا متظبطه، البيزمنت والبيزمنت وبقيه الادوار متظبطه. اوكي تمام طيب كده انا ظبطت اللوكيشن. ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه بعد كده ان انا اشير اللوكيشن ده بين الفايلز وبعضها. ليه؟ لان انا دلوقتي وانس ان انا جيت الود الفايل ده تاني او جيت الود الفايل بتاع الالكتريكال اللي انا حركته ده جيت الوده مثلا لفايل الاستراكشر هلاقيه متزحزح برضو، فاضطر ان انا اعدل مكانه تاني. طيب جيت ان انا اكسبورت الفايلات دي للنافيس ورك ايه اللي هيحصل؟ برضو نفس الكلام، هلاقي ان كل فايل في مكان اوكي وهضطر ان انا احركهم في النافيس ورك. طبعا الكلام ده مش مظبوط، والصح ان انا اظبط الفايلات بتاعتي واديها لوكيشن. طيب ازاي الكلام ده؟ هنروح على مانج، نشيل الشاشه دي بس. اوكي هروح على مانج ومن مانج هقول له من هنا كوردينيتس بابليش كوردينيتس. اوكي وهروح اختار يعني تعال نروح الاول في اي بلان كده افضل. اوكي واروح من هنا هقول له بابليش كوردينيت. انا عايز ابلش الكوردينيت بتاعتي ديت من الفايل اللي عندي لللينك، فهقول له بابليش. اوكي وهروح اختار الفايل بتاعي. اوكي هو ظاهر ان هنا بينهم وبين بعض اصلا كوردينيتس. اوكي خليني اقول له publish coordinate. اوكي وهببلش الكوردينيت بتاعتي من البروجكت اوكي لللينك. طيب هو الظاهر ان دول ما بينهم ما بين بعض اصلا كوردينيشن. اوكي فخليني كده اروح ل مانج لينكس اختار اللينك ده. اوكي سيف لوكيشن. اوكي طيب لو حبينا كده نقول له مثلا كنترول زد كده. اوكي وهنطلع خطوة واحدة بس. طيب دلوقتي الخطوة اللي أنا هعملها دلوقتي إن أنا هقول له coordinate، ومن coordinate هقول له publish coordinates. أول ما أقول له publish coordinate هيطلب مني إيه يطلب مني أختار اللينك. لو أنا عندي كذا لينك أوكي هبدأ أختار اللينكات اللي عندي. أنا ما عنديش غير لينك واحد دلوقتي اللي هو ملنكه، فهختار اللينك بتاعي اللي هو اللينك الخاص بالإلكتريكال. ألاقيه بيقول لي اللوكيشن بتاعي أنت عايز اللي أنت عايز تختاره select the positioning in electrical. هقول له اللي هو الانترنال ده واقول له اوكي. بعد كده هروح على مانج ومن مانج هروح على مانج لينكس واختار الفايل بتاعي اللي هو الالكتريكال ده وهقول له من هنا سيف بوزيشن. هيقول لي want to save position. اقول له يس انا عايز ايه اسيف البوزيشن بتاع الفايل ده. اقول له اوكي. بعد كده نفس اللي انا عملته في فايل الالكتريكال هعمله في بقية الفايلات، فهنقول له insert link rivet
هات لي المرة دي الفايل الخاص بالميكانيكال و internal origin to internal origin، وهقول له open. نفس الكلام برضو، هتلاحظ ان فايل الميكانيكال ما كانش مظبوط، بس هو الظاهر ان هو نازل في نفس مكان فايل الالكتريكال، يعني هما الاثنين كانوا ممكن مثلا معمولين بنفس نفس الشركة اللي عاملاهم، فكانوا مظبوطين على بعض. فنفس اللي هعمله برضو، هختار الفايل اوكي، ولو معمول له بين هعمل له انبن، بعد كده هقول له موف، وهموف الفايل بتاعي من هنا دي التقاطع ده. اوكي برضه هبص في الاليفيجن، هنروح للنورس كده، انا شايف الدنيا متظبطه تمام. اوكي لو شايف ان في اختلاف او حاجه في الاليفيجن تقدر تعمل لهم اونلاين. اوكي لكن الليفلز متظبطه مع بعضها. طيب دلوقتي بقى هرجع تاني للجراوند، وهخفي بس الايه اللينك اللي هو الالكتريكال ده عشان ما يزودنيش، هقول له في في، وهدخل على ريفيت لينكس واخفي اللينك اللي هو الالكتريكال واقول له اوكي. بعد كده نفس الخطوه اللي عملتها المره اللي فاتت برضو، هروح اقول له من مانج. اوكي وانا عايز اخفي الشاشه دي، لو عايز اخفي الشاشة دي في امكانية ان انا اخفيها؟ عندي شاشة، انا مش ظاهر عندي شاشة خالص. مش ظاهر عندك الشاشة اللي بتنزل كل شوية من فوق دي صح؟ لا طب ثانية واحدة هلغيها لك. انا احنا بنستلم انت الهوست، خلي الباشمهندس سليم اسحب منه كو هوست. احنا بنستلم هلغيها لك حاضر. وحضرتك تقصد الشريط اللي موجود فوق؟ الشريط اللي بينزل كل شويه ده، في شريط بينزل كل شويه كده. والشريط ده لان حضرتك اللي عامل شير سكرين، فهو ده شريط مساعد فبيبقى موجود على طول. بس هو مش ظاهر عندنا كلنا. طيب اوكي مفيش مشكله. طيب هروح لي مانج، ومن مانج هقول له من هنا كوردينيت، بابليش كوردينيت تمام، وهروح اختار اللينك بتاعي على طول، بما اني كده كده خافي اللينك اللي هو الالكتريكال، فما عنديش غير اللينك اللي هو الميكانيكال، ولو رحت وقفت على اللينك كده هيقول لي ان ده اللينك اللي الميكانيكال. بعد كده هيقول لي البوزيشننج انت عايز تي ببلش عليه، هقول له اوكي الانترنال وهقول له اوكي. بعد كده نفس الخطوه هيبدا هو بيعمل ابديتنج، هروح لي مانج، ومن مانج مانج لينكس راح اختار الفايل بتاعي او اللينك بتاعي اللي هو الميكانيكال واقول له سيف بوزيشننج سيف، واقول له اوكي. نكرر الخطوه دي بقى بسرعه، فهقول له انسيرت ريفيت، وهات لي الفايل الاستراكشر انترنال اورجن تو انترنال اورجن، واقول له اوبن. برضو الفايل الانشائي كان في مكان مختلف خالص، فممكن اقول له مثلا من هنا vv اخفي لي الفايل الميكانيكال واقول له اوكي، وهات الفايل الاستراكشر ده ممكن نختاره كده، يعني ممكن نشده بعيد شويه بس عشان اعرف اجيب التقاطع بتاع الاكسين دولت، اختاره وهقول له موف، وبعد كده هموفه من تقاطع الاكسين دولت للمكان. بعد كده هروح ل مانج، من مانج كوردينيتس كوردينيتس بابليش كوردينيتس اوكي، واروح كده افعل اللينك عشان اتاكد ان انا مختار اللينك اللي هو الاستراكشر، وكليك عليه هشير على الانترنال اوكي. بعد كده مانج واروح على الاستراكشر واقول له سيف بوزيشننج سيف اوكي. طيب دلوقتي بقى انا عملت ايه؟ بص اللي انت عملته ببساطة وهو انك ظبطت اللوكيشن بتاع
الفايلات دي، لكن ده هيأثر معايا بعد كده في الاعدادات اللي هستخدمها او الاعدادات اللي هعمل بيها اكسبورت. اوكي طيب، هنشوف ازاي بعد كده هيأثر معايا في السيتنج او الاعدادات اللي هشتغل بيها. طيب هنروح دلوقتي ل 3 دي، فايل 3 دي بتاعنا. في الوقت الحالي احنا عايزين نجهز فايل، عايزين نجهز فيو يكون هو ده الفيو الخاص بالاكسبورتنج فروم ريفيت للنافيس ورك. اوكي طيب، عشان اجهز فيو خلينا مثلا نختار فيو ده، نعمل له ديليت، اقول له رايت كليك، دوبليكيت، دوبليكيت ويز ديتيلينج، وهسمي الفيو ده نافيس ورك يعني هي تسمية تعبر بس عن ان الفيو ده خاص بالكوردينيشن، فمحدش يدخل فيه او محدش من اللوكال يوزر يلعب فيه او مثلا يغير فيه اي حاجة. اوكي وهنشوف دلوقتي الاعدادات الخاصة بالفيو بتاعنا ده ازاي هنظبطها. مبدئيا اي حاجة هتختفي او هتظهر في ال 3 دي فيو بتاعنا هتختفي وتظهر في ال NWC او هتختفي وتظهر في ال Navis Work. اوكي طيب، فتعال نبص كده هنا على الاعدادات اللي هتأثر معايا، فهتلاقيها تبدأ معايا بالديتيل ليفل. فالديتيل ليفل هنا المفروض وانا بصدر يكون فاين. ليه لازم يكون فاين؟ هو بيفرق قوي او بيفرق جدا جدا وانا معايا مثلا فايل بتاع ميكانيكال او الكتريكال. ليه؟ لان انا لو عامل الديتيل ليفل هنا كورس، اوكي هتلاقي ان البايبس بتاعه الالكتريكال او بتاعه الميكانيكال او الكوندويت او هتلاقيها عباره عن خط، فبالتالي لو اتصدرت لي برنامج النافيس ورك هتروح هنا خط، مش هتروح از جيومتري ليها قطاع وكده، هتروح ايه كخط. تمام، بعد كده البارتي بارتس فيزابيلتي، لو انا عندي عامل هنا كرييت بارتس او كرييت بارتس في الموديل بتاعي، فلو انا عايز اظهرها او ما اظهرهاش. بعد كده الفي في طبعا من الحاجات المؤثره جدا، لو دخلت على الفي في هنا هو اللي مثلا اعرض لي بس الايه الحاجات الخاصه بالاركتكتشر واتاكد ان انا مختارها كلها، لكن اوقات بستثني منها الماسز، بشيل منها الماسز. اوكي ولو انا مش عايز البارتس خلاص اشيل البارتس. اوكي ليه بستثني الماسز؟ لان الماسز دي انا عاملها بس عشان ابني عليها، يعني هبني عليها حوائط او احط عليها روفز او احط عليها مثلا فلورز او كده، لكن انا مش عايزها از جيومتري. اوكي فهقول له من هنا ما تجيبليش ليه الماسز. اوكي طيب، بعد كده بالنسبه لي الديسيبلين، فالديسيبلين يكون معايا يكون اركتكتشر يكون كوردينيشن. انا دلوقتي شغال في الاركتكتشر في الموديل بتاع الاركتكتشر، فهيكون اركتكتشر او كوردينيشن، فخلينا نخليه اركتكتشر مش مشكله. ايه تاني ممكن ياثر معايا؟ يأثر معاك طبعا لو انت عامل سيكشن بوكس. اوكي يعني انت مثلا لو انت عامل سيكشن بوكس كده، لو في السيكشن بوكس بتاعك مثلا انت قاصص حته معينه او مش ظاهر حاجه معينه في الفيو بتاعك عن طريق السيكشن بوكس، فانت وانت بتعمل اكسبورت ده بس اللي هيظهر معاك، الشكل ده بس اللي هيظهر معاك في برنامج النافيس ورك. وده الطريقه اللي احنا بنستخدمها لو احنا عندنا مثلا المنشا بتاعنا مثلا 20 دور. اوكي وعايز ان انا اصدر مثلا كل 5 ادوار مع بعض. اوكي ليه؟ عشان مثلا هم خلصوا او المودلرز خلصوا الخمس ادوار دولت، فانا عايز نحل الكلاشز الخاصه بالخمس ادوار دولت. اوكي فبروح ان انا اكريت سيكشن بوكس واسمي هنا النافيس ورك ده مثلا فروم بيزمنت تو ليفل 5 مثلا. اوكي وده اللي انا اصدره عشان ابدا ان انا اشتغل عليه، وكاريت بقى نافيس وركس فيو ثانيه، واحد مثلا خاص باول 5 ادوار، بعدها الخمسه اللي وراهم، بعدها الخمسه اللي وراهم وهكذا. اوكي نشيل السكشن بوكس. عندي كمان ايه اللي يأثر برضو معايا الجرافيك ديسبلاي، فانا في الغالب هنا بخليها شيدد.
الشيدد ده يعني بيست براكتس بتاعنا، احنا بن اكسبورت على الشيدد بيكون افضل. ايه تاني؟ لو انا مشغل الكروب فيو فهيأثر معايا، لو مشغل الكروب فيو قصص حته برضه معينه فهي دي الحته بس اللي هتروح معايا في برنامج النافس وورك، والباقي مش هيروح، او اللي انا عامل له كروب مش هيروح. كمان لو انا خافي element، يعني انا مثلا جيت على بلاطه زي دي كده اوكي، ورحت قلت له من هنا هايد element، في الحاله دي في هنا يعني في هنا دبل كيسز، في حالتين معايا. والله لو انا عملت اكسبورت للفيو ده على ما هو كده هروح هناك الاقي البلاطه. ليه؟ لان الفيو ده تمبرير، الفيو ده مش الفيو بتاعي، مش اخفاء البلاطه ده مش خاصيه من خصائص الفيو بتاعي اوكي. فبالتالي لو انا صدرت على الوضع ده، لو انا عملت اكسبورت من الريفت للنافس ورك على الوضع ده، فهيودي معايا عاد البلاطه، البلاطه اللي انا خافتها هنا مش هتختفي. طب امتى فعلا لو انا عملت اكسبورت وانا خافي element من هنا يختفي معايا؟ طبعا عن طريق في في زي ما احنا عارفين، او من هنا عن طريق ان انا اروح اقول له ايه apply hide or isolate to view. بالشكل ده البلاطه اللي انا خفيها خلاص بقت بروبرتي من البروبرتيز الخاصه بالفيو اللي انا واقف عليه اوكي. فلو انا عملت اكسبورت هروح الاقي البلاطه بتاعتي مخفيه. طيب هنقول له ريفيل هنختار البلاطه بتاعتنا ونقول له unhide category. نقفل الريفيل. الجهاز بطيء شوية. اوكي. تمام. طيب كده انا خلصت السيتنج الخاصة بالفايل ذات نفسه. لكن لو انت خدت بالك اوكي هتلاقي كده ان في هنا اللينك ظاهر معايا، اللينك الاركتكتشر ظاهر معايا في ال 3D. انا اخفي اللينك او ما اخفهوش فانا اقدر ان انا اتحكم في الكلام ده من داخل الاعدادات الخاصه بالاكسبورت ما بين الريفت وما بين النافس ورك اوكي. البيست براكتس تقول ان انا اخفيها، هو ملوش لازمه خلاص انا اخفي اللينك اوكي، لكن انا اقدر ان انا اتحكم في الكلام ده من السيتنج اللي ما بين الريفت والنافس ورك. طيب هروح نقول له من ادنز راح اقول له اكسترنال تول وهقول له نافس وورك 2020. انا الريفت اللي معايا 2020 اوكي، والنافس وورك 2020، لذلك هنا الاكسترنال تول موجوده معايا. لو انت مش مسطب بالنافس وورك فمش هتلاقي هنا حاجه في الاكسترنال تول، فهقول له هنا نافس وورك 2020. هيطلب مني المكان اللي انا ابدا اسيف فيه. طيب قبل ما ابدا ان انا اسيف في مكان معين، انا عايز الاول اروح على النافس وورك سيتنج. هو بطيء جدا كده. طيب هنروح دلوقتي نشوف النافس ورك سيتنج تاني. طيب بالنسبه للنافس ورك سيتنج انا هنا في الفاير ريدر بس ده اللي اهتم بيه، هظبط بس السيتنج بتاعتي. بالنسبه لكونفرت كونستراكشن بارتز، لو انا عامل كرييت بارتز في المنشأ بتاعي، انا مش عامل كرييت بارتز هنا. كونفرت ايليمنت اي دي، يعني في الغالب كونفرت ايليمنت اي دي ملهاش لازمه، لان المقصود بالاليمنت اي دي هي مش الاي دي المتعارف عليه ما عندنا في الريفت، لا هو الاي دي بتاع الاليمنت اللي هي مش الجيومتري، او هنشوف الليفلز بتاعتها في النافس ورك اوكي، ممكن نسيبها مش مشكله. لكن اللي يهمنا هنا كونفرت ايليمنت بارامترز اوكي. كونفرت ايليمنت بارامترز ده مهم بالنسبه لي، وهنا بقول له هنا اول هات لي كل الاليمنت بارامتر. كونفرت ايليمنت بروبرتيز برضو من الحاجات المهمه، سيبها برضو. كونفرت لايتس، انا ما عنديش لايتس او مش حابب ان انا اكونفرت اللايت. كونفرت لينكد كاد، لا انا مش بكونفرت اي ملفات اوتوكاد معايا من الريفت للنافس ورك. كمان
كونفرت لينكد فايل، لو انا عايز اكونفرت بقى الفايلات اللي هي ظاهره معايا في الفيو ده قومت لانكه زي مثلا فايل الاستراكشر اوكي. لكن طبعا قلنا البيست براكتس ان انا مش بكونفرت اللينكد فايل، لا بكونفرت كل فايل لوحده. كونفرت روم از اتريبيوت، ده حاجه من الحاجات يعني ممكن تحتاجها انت كمعماري، انك تعرف الرومز من بعضها اوكي، تضغط على الروم فتعرفها من بعضها، بس برضو انا مش محتاجها في المرحله دي. كونفرت اليو ار ال اس، لو انا مدخل لينكات للعناصر بتاعتي او مدخلها في البروبرتيز عايز الينكها. هنا بقى اهم حاجه وهو الكوردينيتس. الكوردينيتس اللي انت هتشتغل عليها ايه؟ الكوردينيتس عندي نوعين من الكوردينيتس هنا، اللي هو الانترنال والشيرد. احنا دلوقتي كن الفايل بتاعنا ملنكينه ايه؟ ملنكين الفايل بتاعنا internal origin to internal origin اوكي تمام. طيب لكن احنا هل استمرينا على الوضع ده؟ لا طبعا. احنا عملنا ايه؟ احنا نقلنا الفايل بتاعنا اوكي، نقلنا اللينكات، ظبطنا اللوكيشن بتاعها وخلناها shared location. يعني بمعنى اصح بعد كده انا لو عايز الانك الفايل المعماري للفايل الانشائي او العكس، ما عدتش هختار بقى internal origin to internal origin اوكي، خلاص بقى هختار shared location. لذلك هنا برضو وانا بعمل export انا هعتمد على shared location اللي ما بين الفايلات وبعضها اوكي. طيب بعد كده divide file into levels، اكيد انا عايز اشوفهم as a levels هناك في Navisworks. الاكسبورت عايز تاكسبورت ايه بالظبط؟ والله عندي هنا 3 options. لو عايز export the entire project، لا يعني انا مش بفضل ان انا export the entire project، قد يكون في حاجات انا اخبيها او حاجات انا مش عايزها. الاوبشن الثاني export the current view، export فعلا current view اللي انا من ساعتها بظبط فيه. الاوبشن الثالث selection، لو انا مسلكت بعض العناصر هي دي بس اللي انا عايز اعمل لها export، فاقدر ان انا اسلكت على مجموعه من العناصر واختار منها selection عشان export. فهقول من هنا ال current view only. بعد كده export room geometry، ودي من البروبرتيز المزعجة الصراحة اوكي. يعني بيودي لك الروم هناك كماس كده اوكي، ماس 3D. لو حبيت مثلا تعمل ووك ثرو في المبنى بتاعك مش هتعرف من الرومز دي لما تخفيها. الرومز دي ممكن تلاقيها عاملة اصلا كلاشز وعاملة لا، فطبعا مش من best practice ان انا export room geometry في المرحلة دي. بعد كده هنا الفيسنج فاكتور، والفيسنج فاكتور ده خاص بعملية الدقة بتاعت الرسم، خاصة رسم الكيرفات. يعني مثلا لو عندي مثلا ماسورة أو كوع مثلا أو فيتنج أو كلام من ده، بيروح مثلا بتحس إن الدايرة بتاعته متكسرة كده شوية، كل ما عدلي الفيسنج فاكتور يبدأ التكسير ده يروح ويبقى سموزنج أكتر أوكي. فمثلا أنا دلوقتي في المرحلة دي هخليها بس واحد، لكن بعد كده ممكن أوصلها ل 100 وال 200 كمان عشان أطلع مثلا في بأكتر سموزنج أكتر أقدر أوصل له. بعد كده try and find missing material، وده خاص بان هو يجيب لي الماتيريال اللي معايا في الريفيت هنا، يجيبها لي معايا في النافس وورك، وبرده في المرحله دي انا مش محتاجها. واكتر حاجتين بيغيبوا معايا في عمليه الاكسبورت هو الفيسنج فاكتور بيغيب جدا لو عليت الرقم ده، والحاجه دي كمان وهي خاصه بالفايند ميسنج ماتيريال. وطبعا ما ننساش الايه الكونفرت element parameters، لكن طبعا انا محتاجها هنا فخليتها اول. طيب بعد ما ظبطت السيتنج بالشكل ده، مش كل مره بقى هروح اظبط السيتنج، فاقدر اقول له export واكسبورت لي السيتنج بتاعتي دي. انت عايز منها ايه بالظبط؟ عايز تاكسبورت كل حاجه؟ لا انا عايز اكسبورت بس الفايل ريدر، وهقول له اوكي وهدخل اسيفها في البروجكت بتاعي. اوكي سيفها هنا مثلا اسميها اكسبورت. هقول له سيف. طبعا بعد كده اقدر ان انا يعني مش كل مره هروح اظبط الايه الاعدادات دي، لا خلاص بقى ممكن اقول له امبورت، ومن امبورت اختار السيتنج بتاعتي دي واقول له اوبن. اوكي انا اقول له اوكي. طيب هو قفل معايا، خلينا نفتحه عشان ده شغال. تمام بعد كده
اقول له عايز بقى ايه المكان اللي هسيب فيه فايل المعماري ده، او فايل ال NWC بتاع المعماري. برضو هروح احطه هنا في المشروع بتاعي work in progress وال Navis work ال NWC اوكي، وهسيفه بنفس الاسم كده architecture.nwc واقول له سيف. ممكن اقول له هنا كمان سيف لي البروجكت بتاعي بعد التعديلات اللي انا عملتها دي. اوكي كلوز هيدن وهقفل الفايل ده كده، واروح بعد كده نفس بقى ايه اللي عملته في فايل الخاص بالاركتكتشر هو اللي هعمله في فايل خاص بالاستراكشر والميكانيكال. فممكن كده افتحهم واعمل لهم اكسبورت بسرعه، وانا بعمل لهم اكسبورت كده تعال يعني نتناقش في الطرق المختلفه في عمليه الاكسبورت. اوكي ليه انا يعني هشتغل كده وايه والناس، انا هقول دلوقتي مثلا لو انا عايز ليه ايه اللي يضطرني ان انا اكسبورت المبنى بتاعي على مراحل. هاكسبورت المبنى بتاعي على مراحل، وده بسبب ان انا شايف ان احنا خلصنا جزئيه معينه وعايز اخلص الكلاشز بتاعت الجزء ده. اوكي طيب برضو ازاي بقى هاكسبورت المنشأ بتاعي على مراحل؟ الورك فلو اللي ينفعني الوحيد او الورك فلو اللي هينفع عشان اكسبورت المنشأ بتاعي على مراحل، وهو ان انا اجهز في الفولدر بتاعي هنا. اوكي هنا طبعا عشان مش مركز. اوكي طيب احنا كده عملنا مشكلة، ايه المشكلة اللي احنا عملناها بقى؟ بص يا سيدي انا دلوقتي عملت اكسبورت لايه بالظبط؟ انا عملت اكسبورت لفيو هو الساوث. لما اروح هناك في الريفت او اروح هناك في النافس وورك مش هلاقي ال 3 دي بتاعي، لا ده انا هلاقي الفيو ده. اوكي يبقى لازم عشان اعمل اكسبورت ان انا اروح للفايل بتاعي وليكن مثلا فايل اللي انا مظبطه اللي هو اسمه نافس وورك اوكي ويكون 3 دي تمام، يبقى لازم اصدر فايل 3 دي. اوكي مهمه دي، وهقول له من هنا اكسبورت اوفر رايد على الفايل ده، وخلينا نركز في الاكسبورت عشان ما نغلطش. بعد كده هقفل الفايل ده وهقول له اوبن، هات لي الفايل الخاص بالالكتريكال. اوبن طيب في هنا الظاهر في يعني في لينك او حاجه مش مظبوطه. اوكي تعال نشوف كده ايه الحاجه اللي مش مظبوطه دي. اللينك ده لينك بتاع ريفيت اركتكتشر او ريفيت ستراكشر، بس ما اظنش ان ده يعني اللينك بتاعنا اصلا. اوكي برضو هقول له من هنا روح لي الفايل اللي اسمه نافيس وورك، وهقول له من هنا ادند و تولز
لابس ورك، هات لي السيتنج بتاعتي اللي انا مظبطها ولا امبورت، هات السيتنج دي ولا اوكي. اوكي بعد كده هقول له سيف. طيب نقفل ده. بعد كده هقول له open، هات الفايل الأخير معايا وهو الفايل الخاص بالميكانيكال. open. طبعا اللي بيعمل البروسيسنج ده او اللي بيعمل الاكسبورت ده مش لازم يكون البيم كوردينيتور. اوكي، في اوقات بيكون عدد المودلز او عدد الديسيبلينز اللي عندي او عدد تقسيم الفايلات بيكون مثلا 20 فايل مثلا او 15 فايل. اوكي، مقسم الالكتريكال لكذا فايل، مقسم الاستراكشر لكذا فايل، مقسم المعماري لكذا فايل، فبيكون عدد الفايلات كبيره جدا. تمام، فبيكون كتير جدا ان يعمل الاكسبورت ده الكوردينيتور، لانه هيضطر ان هو يفتح كل فايل ويعمل فيه اكسبورت. لكن ممكن انت مثلا تعرف التيم بتاعك السيتنج اللي انت عاملها ومسيفها فين بالظبط، وهم يخشوا يعملوا امبورت، وبعد كده تكون انت طبعا مظبط الفيو اللي هو اسمه نافيس ورك، فتقول لهم روح على الفيو اللي هو اسمه نافيس ورك وتعمل امبورت للسيتنج بتاعتك، وبعد كده تعمل اكسبورت في المكان الفلاني. اوكي، وده طبعا بيكون اسهل واحسن. يبقى كل ما يحصل ابديت على الموديل تخلي الموديلر قبل ما يقفل الموديل يعمل لك اكسبورت. اوكي، طيب نقول له من هنا ادن ومن ادن. اوكي، لو بصينا على الاعدادات كده، الاعدادات يعني هي مش بتتغير عشان انا فاتح نفس الفايل الريفت. هقول له اوكي، ارجع تاني. نقول له سيف. يعني المعتاد ان فايل الميكانيكال هو اكتر فايل بياخد وقت شوية، لذلك احنا حتى يعني في الشغل او في البيم ورك فلو بتاعنا بنقسم الفايل بتاعنا للميكانيكال، نقسمه بقى بلامنج لوحده ودريننج لوحده والاتش فاك لوحده. اوكي، عشان يكون الموضوع اسهل طبعا، ويكون الموضوع اسهل في الشغل عامة على الريفت وفي الاكسبورت من الريفت للنافيس ورك. يعني متقلقوش، هو بيجري مرة واحدة اهوت. تمام، طيب دلوقتي انا حطيت الفايلات بتاعتي او حطيت ال NWC بتاعي فين. ادي فايل ادي الفيلا بتاعتي. اوكي، احط هنا الفايلات في ال work in progress في ال Navis work. النافس الفايلات بتاعتي كلها في المسرح. تمام.
هروح دلوقتي نفتح برنامج النافس ورك. مش جيبه نافس ورك مانج. اوكي خلينا نفتحه من على الديسكتوب، مفيش مشكلة. ادي برنامج النافس ورك. طيب دلوقتي انا حابب ان انا اجيب بقى الفايلات بتاعتي اللي انا عملتها او عملت لها اكسبورت من الريفتلي النافس ورك. فاروح هنا من هوم وهقول له ابند. عندي هنا حاجتين، عندي ميرش وابند. هختار ابند، من ابند اختار الفايلات دي كلها مره واحده، هي في المسار اللي انا شغال فيه. اوكي لا فيلا ورك ان بروجريس نفس ورك ام دبليو سي. اوكي ودي الفايلات اللي انا عملت لها اكسبورت وهقول له اوبن. طيب هيفتح معايا الفايلات بالشكل ده. اول حاجه حابب ان انا اتاكد منها وهي ان الفايلز بتاعتي وصلت في المكان المظبوط. اوكي مهمه دي، ازاي اتاكد من حاجه زي كده؟ يعني احنا كنا شايفين ان الفايلز لما جيت لانكتها ببعضها اول مره كان في ازاحه باينه، انا مش شايف دلوقتي اي ازاحه. اوكي لكن ممكن يكون الفايل بتاعي، وده بتحصل كتير، يكون طاير بعيد. اوكي فممكن هنا عن طريق ان انا اروح على كل فايل من الفايلات بتاعتي دي من السليكشن تري واقول له من هنا ادي الفايل بتاعي كمان تمام كده موجود، اقول له هايد سليكشن هايد. وبعد كده هروح على الالكتريكال نفس الكلام اهوت، الالكتريكال موجود اقول له هايد. بعد كده هروح على الميكانيكال، الميكانيكال موجود فهقول له هايد. بعد كده على الاستراكشر اقول له هايد تمام كده. اوكي يبقى انا اتاكدت ان كل الفايلات بتاعتي موجوده في مكانها المظبوط لما جبتها از شيرد مش انترنال. اوكي اقول له ان هايد اول. ونبدا دلوقتي بقى عمليه الكوردينيشن. عمليه الكوردينيشن مش بتتم ان انا اروح بقى اكاريت السيتس بتاعتي واعمل كلاش تيستس على طول. في الاول لازم ابص في المبنى بتاعي كده، اعمل كوردينيشن عن طريق النظر كده يعني الاول. والله هل في حاجه مش مظبوطه، هل في عناصر طايره؟ يعني انا مثلا هنا شايف في حاجات اهيت في الارض، ممكن نشوف ايه الكلام ده. ممكن دي لايت فيكتشر، ممكن ان انا في لايت فيكتشر اهيت برضو لا دي مكانها مظبوط. ابدا كده الف في المبنى بتاعي اشوف لو في حاجه طايره او في حاجه مش مظبوطه باينه من غير ما اعمل كلاشز، ابدا ان انا اريبورت بيها. طب ازاي هنريبورت بيها؟ هنشوف هنريبورت ازاي بالالمنت او المشاكل اللي عندي. اوكي طيب وانس ان انا خلصت وبصيت على المبنى بتاعي وشفت اللي انا حاجات اللي انا حابب ان انا اشوفها او شايف ان ممكن يكون فيها مشكله تمام. يعني مثلا انا شايف ان في لايتس هي برضو فيها مشكله او مش مظبوطه، ممكن ان انا اخد اللايت دي واريبورت بيها. اوكي زي ما قلنا هنشوف هنريبورت ازاي بيها. اوكي لكن احنا دلوقتي عايزين نشوف. انا شايف في ضغط اهوت تقريبا يعني معدي او طالع بشكل مش مظبوط خالص. اوكي فممكن ان انا ريبورت بالضغط ده القسم الخاص بالميكانيكال يبدا يعدل الايه المشكله دي. طيب وانس ان انا خلصت الفيجواليزر كلاشر او ان انا اعمل تشيك كلاش عن طريق النظر كده، عايز بقى ابدا ان انا اكريت الكلاشز بتاعتي. هكريت الكلاشز بتاعتي بناء على ايه؟ الكلاشز هكريتها بناء على كلاش ماتريكس. اوكي طيب طيب احنا هنبدا بقى كلاش ماتريكس من جديد؟ لا مش هنبدا كلاش ماتريكس من جديد. لو قلنا كده رحنا للريسورسز بي دي اف كلاش ماتريكس. اوكي فعندنا مثلا الكلاش ماتريكس مثلا دي. اوكي
دايما بنبتدي الكلاش ماتريكس بتاعتنا من كلاش ماتريكس موجودة، ونبدأ احنا نأديت عليها، نزود او نشيل. بيكون اوقات مرفق مع البيم اكسكيوشن بلان، كلاش ماتريكس خاصة بالمنشأ. اوقات تانية بنستعمل اي ستاندر في الكلاش ماتريكس او كلاش ماتريكس من مشروع قديم. فدي احد امثلة الكلاش ماتريكس. اوكي، الكلاش ماتريكس دي بتكون عبارة عن ايه؟ لو زومنا كده هتلاقي ان الكلاش ماتريكس دي عبارة من هنا عن كومبوننت متقسمه اركتكتشر وستراكشر واتشيفاك وميكانيكال وهكذا، ومتقسمه هنا اركتكتشر وستراكشر برضو اتشيفاك وبلامنج ودريننج وفاير وهكذا. اوكي، نفس التقسيمه هنا نفس التقسيمه هنا. بعد كده بيجي قصاد الاليمنت من هنا او الكاتيجوري من هنا، ويشوف ايه اللي ممكن يكلش قصاده من الناحيه الثانيه، وبعدين يحط لك رمز. هنعرف ايه الرموز دي دلوقتي. اوكي، لكن زي ما انت شايف كده، يعني مثلا بيقول هنا ان السيلينج، اوكي، هعمل ما بينه وما بين الكيرتن بانلز هنا كلاش تيست. اوكي، يبقى انت مطلوب منك تعمل كلاش تيست ما بين السيلينج وما بين الكيرتن بانلز. لو برضو بصيت مثلا للدورز، اوكي، فهتلاقي ان الدورز نون ابليكابل. نون ابليكابل انك تعمل كلاش ماتريكس ما بين الفلورز سوري وما بين الريلينج. اوكي، نون ابليكابل انك تعمل ما بين الفلورز وما بين الرامبس. اوكي، يعني بيقول ان هي حاجه مش وارد تحصل، ان يحصل ما بين الفلورز وما بين الرامبس كلاش. اوكي، لو انت شايف ان هو وارد يحصل، اوكي، ما زود في الكلاش ماتريكس دي وقول ان هو ممكن يحصل، وحط هنا تيست يعني. اوكي، وبعدين ابقى اعمله في النافس ورك زي ما هنشوف. طيب، لكن دلوقتي انا عندي هنا الحاجات اللي فيها رمز الاتش ده، دي اللي هبدا اعمل لها تشيك كلاش او هعمل لها كلاش تيست. لكن لو تلاحظ ان في هنا مثلا رموز تانية زي سي 50 اي، سي 50 دي، سي 50 دي اللي هي كليرنس 50، يبقى انا مش بس هعمل التشيك كلاش ما بين العناصر المخبطه في بعضها او مكلشه في بعضها زي سوليد كلاش، لا، ده انا كمان هعمل تشيك كلاش على لو عنصر قرب من عنصر بمسافه معينه بكليرنس معين. اوكي، يعني مثلا هنا بيقول لي بين الداكتس والفيتنج 50 مللي، يعني 5 سنتي. اوكي، لو طلعت كده هتلاقيه بيقول ان السيلينج، يعني بيقول ان لو السيلينج قرب من الفيتنج او الداكتس بمقدار 50 مللي او 5 سنتي، بالتالي اعتبر ده كلاش وطلعوا فيه الريبورت وهكذا برضه هو. اوكي، هتلاحظ مثلا ان في رمز تاني اللي هو الاتش اللي هي لونها احمر شويه دي. فهنشوف بقى ايه الانواع المختلفه من الهارد كلاش. اوكي، الاتش دي اللي هي رمز الهارد كلاش، هنشوف ايه انواع الهارد كلاش الموجوده. طيب، لو بصينا في الكي ده هنشوف الراجل بيقول ايه. الراجل بيقول ان الاتش دي عباره عن الهارد كلاش، السي دي اللي هي الكليرنس، الان هي اللي هي نون ابليكابل، دي مش عارفين ايه بالظبط او عايز منها ايه بالظبط، لكنها مش موجوده معانا في الجدول. بعد كده بيصنف بناء على الالوان، بيقول ان ده فيرست اوردر كلاش، وبيقول كمان ان الكلاش ده لو حصل معايا بيسبب لي مشاكل وبيسبب لي تاخر في المشروع وشوب دروينج. بعد كده جايب الاخضر ده ويقول ان الكلاش ده يعني كلاش بيأثر على الديسيجن او ديزاين ديسيجن، بات جنرال نوت كيس ريسك، يعني بس مش هيسبب لي اي مخاطر في المشروع وهيأثر على الديزاين. اوكي، لكن مش هيسبب لي مخاطر. بعد كده الثيرد اوردر كلاش، وده بيقول ان الكلاش ده يعني ما فيهوش مشكله وما فيهوش خطر وعادي، ومش هيسبب اي تكلفه في اي خساره في تكلفه المشروع او هيوقف المشروع. بعد كده اللون الرمادي ده اللي هو كاتب عليه نون ابليكابل. اوكي، طيب هل انا هطبق المصفوفه دي بشكلها كده؟ لا، قلنا دي تمبلت لمشروع، لكن انا مش هطبقها زي ما هي. انا هبدا اشوف المشروع بتاعي ينفع اطبق عليه ايه من الكومبوننت دي وابدا ان انا اطبقه. وطبعا ليا الحريه ان انا اغير في الكلاش ماتريكس على حسب ما اشوف انا وايه اللي يساعدني از بيم كوردينيتور. تمام، طيب بناء على ايه بقى هبدا ان انا اغير؟ هبدا ان انا اغير عن طريق ان انا ابص هنا في الكاتيجوري الموجوده عندي في المشروع. تمام، طيب جميل جدا، تعال نبدا نغير في الكلاش ماتريكس بتاعتنا. هنقول ايه؟ هنقول هنروح للسيلكشن تري، ومن السيلكشن تري مثلا هناخد الكومبوننت الخاصه بالاركتكتشر، نفتح الكومبوننت الخاصه بالاركتكتشر،
هلاقي هنا مقسم لي الموديلنج بتاعي او الموديل بتاعي بالشكل ده، ادوار بالشكل ده. لكن هتلاحظ ان في حاجه هنا اسمها نون ليفل، يعني هنا في بيزمنت ليفل 0 جراوند فيرست، وفي حاجه ثانيه اسمها نون ليفل. ايه نون ليفل دي؟ بص، نون ليفل دي بيتحط فيها اي حاجه ملهاش ليفل، او اي حاجه اتعملت بمعنى صح بالموديل ان بليس. لذلك احنا ما بنفضلش ان احنا نعمل اي نمذجه باستخدام الموديل ان بليس، دايما بندور على البديل. يعني مثلا لو جينا نشوف هو عامل ايه بالموديل ان بليس، مثلا هتلاقي هنا ان هو عامل الاشكال دي بالموديل ان بليس، كان ممكن يعملها بالسلاب ايدج مثلا. اوكي، فلو اخترتها كده هتلاقي هو اتعملها فعلا بجنريك موديل. فيعني ده مش صح، دي مشاكل في الموديل. اوكي، ان انا ما استخدمش الموديل ان بليس قدر الامكان، وخاصه لو في بديل. تمام، إيه لو رحنا تاني للنو ليفل كده نشوف برضو ايه اللي عندي تاني. اوكي، يعني هنا في حاجه في الريلينج برضو معموله نون ليفل، يعني برضو هتلاقيها معموله، ممكن تلاقيها معموله موديل ان بليس برضو، وهكذا. يبقى انا برضو بتشيك على الحاجات اللي هي في النون ليفل دي، اشوف ايه الحاجات اللي معموله بالموديل ان بليس. برضو هتلاقي ان الوول دي معموله بالموديل ان بليس. اوكي، كيس وورك برضو ايه معموله موديل ان بليس ومتصنفه از اي كيس وورك، او واخده كاتيجوري كيس وورك. لكن ده طبعا مش صح، كان بسهوله خالص ممكن اعملها وول وافتح الفتحه اللي انا عايزها في الوول. تعال نشوف بقى، نفتح مثلا اي دور من الادوار دي، وليكن مثلا الدور الثاني مثلا. اوكي، ونشوف بقى ايه الكاتيجوري اللي موجوده داخل الدور بتاعي، او ايه الكاتيجوري اللي موجوده داخل الفلور بتاعي. هتلاقي هنا ان دي الكاتيجوري الموجوده هنا داخل الفلور ده. اوكي، ولو رحت مثلا للثيرد فلور ممكن تلاقي كاتيجوري اكتر شويه. لا، انا شايف ان الدور الثاني اكتر، هي مش بالكتر انا، بس كل الفكره ان انا هقارن الكاتيجوري دي بالكاتيجوري اللي موجوده معايا بالكلاش ماتريكس، وبعد كده نعدل في الكلاش ماتريكس. اوكي، طيب هروح هنا للكلاش ماتريكس بتاعتنا، نفتحها كده جنبنا. بعد كده اشوف هنا مثلا دي الكاتيجوري الموجوده ودي الكاتيجوري الموجوده في الكلاش ماتريكس. اشوف مثلا عندي هنا سيلينج مثلا، هل في هنا سيلينج؟ لا، ما فيش سيلينج. يبقى خلاص مثلا ممكن الون على ده بلون اصفر كده عشان هبدا ان انا ايه امسحه. عندي بعد كده هنا كيرتين بانلز، في كيرتين بانلز؟ اوكي، بالشكل ده. يعني انا بفضل اراجع كده بالشكل ده، لا ما فيش كيرتين بانل. في كيرتين بانل موليون؟ اكيد لا، ما فيش كيرتين بانل موليون برضو. في دورز؟ اه في دورز. اوكي، في فلورز؟ هنشوف كده في فلورز ولا مفيش فلورز. في فلورز اكيد طبعا. اوكي، في ريلينج؟ اكيد في ريلينج. في رامبس؟ هنشوف في رامبس ولا لا. اوكي، مفيش رامبس. اوكي، خلينا نديها اي لون كده. وبعد كده في روفز؟ اكيد في روف. اوكي تمام. بعد كده سبيشال اكويبمنت، عندي هنا سبيشال اكويبمنت، عندي فعلا في الكاتيجوري ده سبيشال، او في الدور ده سبيشال اكويبمنت عندي. طيب عندك ستير؟ اكيد عندك ستير، وعندك وول، وعندك ويندو. اوكي، عندك كولمز؟ انت كده دخلت في الانشائي خلاص، المعماري اخره هنا اهوت. اوكي، تمام. طيب بالشكل ده انا ايه رجعت الحاجات اللي هي مش عندي. طيب احنا قلنا ان نفس الكومبوننت دي هي نفس الكومبوننت اللي موجوده في الاركتكتشر. اوكي، فبالتالي السيلينج ده ممكن اختار السيلينج ده كمان كده الونها اصفر، والكيرتين نفس الكلام، وراها الكيرتين وول موليون، وبعد كده الرامبس. اوكي، بس دول في المعماري اللي مش موجودين. وبسهوله خالص هشيل اجي على الحاجات اللي مش موجوده دي، رايت كليك واقول له من هنا ديليت. هبدا اعدل بقى، اشوف ايه الحاجات اللي انا مش عايزها وادلتها خلاص. وبنفس الطريقه كده من هنا، اوكي، اختار دولت انا مش عايزهم، رايت كليك وهقول له ديليت، واختار دي برضو رايت كليك وهقول له ديليت. اوكي، وهكذا هبدا اراجع الاستراكشر بنفس الشكل، هبدا اراجع الاتش فاج بنفس الشكل. لكن انا هنا عندي مثلا، اوكي، هنا ما عنديش اتش فاك وبلومنج ودريننج وفاير فايتنج، لا انا عندي كل دولت موجودين في فايل واحد. فممكن هدمج الفايلات دي وهبدا اظبط الايه الكلاش ماتريكس بحيث ان هي تلائم البروجكت بتاعي. انا ظبطت الكلاش ماتريكس دي.
اوكي. بالشكل ده انا ظبطت الكلاش ماتريكس على حسب الحاجات الموجوده عندي في البروجكت، اللي موجود سيبته واللي مش موجود حذفته. عندي هنا 4 فايلات، الاركتكتشر والاستراكشر والميكانيكال والالكتريكال وهكذا. هنا برضو نفس الكلام. جاء دلوقتي بقى دور ان انا ابدا اعمل الايه، السيرش سيتس. اوكي طيب، دلوقتي بقى هنبدا نعمل الايه، السيرش سيتس. احنا خلاص رجعنا كل الكاتيجوري الموجوده والكاتيجوري اللي مش موجوده معايا، عن طريق ان انا بفتح كده اشوف اي دور، مثلا الدور الثاني او الدور الثالث، او ابدا اراجعهم كده اشوف برضو ايه الدور اللي فيه اليمنت اكتر. في اكتر من طريقه او في طرق كتير ان انا اراجع بيها الاليمنت بتاعتي. ممكن من هنا اروح اختار البروبرتيز، وبعد كده اروح اختار الكاتيجوري واشوف الكاتيجوريز اللي عندي. لكن انا فضلت الطريقه الاسهل دي، وان انا افتح الدور اشوف هنا ايه اللي موجود وهسيبه في الكلاش ماتريكس، وايه اللي مش موجود وهشيله من الكلاش ماتريكس. طيب تعال دلوقتي بقى نكريت الايه، السيرش سيت. مبدئيا انت ممكن انت شغال الشاشه دي مش موجوده معاك بالشكل ده، هتروح من فيو، ومن فيو هتقول له الويندوز، ايه الويندوز اللي انت عايز تظهرها. تمام، هنقول له انا عايز اظهر الويندوز الخاصه بالسيتس. اوكي طيب، هعمل ايه في السيتس؟ السيتس دي هي عباره عن جروبنج، بعمل جروبنج للاليمنت اللي عندي بحيث ان هي تديني الكاتيجوري ده. اوكي، يعني مثلا انا عايز الكاتيجوري اللي هو خاص بالالكتريكال فيكتشر. اوكي، فهعمل جروبنج يجيب لي الالكتريكال فيكتشر. اوكي، وبعد كده اعمل تشيك كلاش عليه. اوكي طيب، هل ينفع اعمل تشيك كلاش على طول بدون ما اخش في قصه ان انا اعمل جروبنج؟ اه ينفع، ينفع مفيش مشكله. لكن طبعا الافضل والاحسن كبيست ورك فلو ان انا لا اكريت السيرش سيتس بتاعتي. اوكي وبعد كده اشتغل عليها في الكلاش او الكلاش تيستس. اوكي طيب، ازاي بقى؟ هروح للهوم، ومن الهوم من هنا هقول له كليك على فايند ايتم. الفايند ايتم دي خاصه بان هي تعمل لي سيرش على بروبرتي معينه. اوكي هنكبر دي شويه كده، نكبر دي كده شويه. فمثلا دلوقتي لو بصيت في الاكسل، انا عايز مثلا الكاتيجوري الخاصه بالدورز. اوكي، فاروح من هنا اختار انا عايز اسرش في الكاتيجوري الخاصه بالدورز فين، في الفايل المعماري. اختار من هنا الفايل المعماري. اوكي، بعد كده اروح من دي بقى العناصر الخاصه بالسيرش، عن طريق الـ4 خانات دولت ببدا ان انا اسرش على اي كاتيجوري او اي اليمنت او اي دور او اي حتى بروجكت بالكامل من خلال الـ4 خانات دول. اول حاجه انا هسرش عليها، اقول له من هنا اروح على كاتيجوري، ومن كاتيجوري هقول له ان الحاجه اللي انا بدور عليها دي هي عباره عن اليمنت، فاقول له حرف الاي كده عشان يجيب لي اليمنت. اوكي، بعد كده البروبرتي بتاعتها، البروبرتي بتاعتها وهي كاتيجوري. اوكي، حرف سي كده لحد ما اجيب كاتيجوري، يبقى اليمنت وبعدين كاتيجوري. اوكي، ومن هنا الكونديشن، لو فتحت الكونديشن اقول لي انت عايز ايه الكونديشن بتاعتك، ان هي الكاتيجوري بتاعتك بتساوي حاجه معينه ولا ما بتساويش حاجه معينه، ولا بتحتوي على حاجه معينه. لا، انا هقول له ان هي ايه، بتساوي حاجه معينه. بتساوي ايه؟ هروح هنا على خانه الفاليو، لو كليك على السهم الصغير ده هيفتح لك كل الحاجات اللي انت تقدر تختارها. اوكي، فمثلا انا عايز مثلا الدورز، فخليني مثلا ادور هنا على الدورز او اكتب له حرف الدي كده. اوكي، هندور على الدورز اهي، الدورز اهي. طيب بعد كده لو قلت له بقى فايند اول، هتلاقيه ان هو سيلكت كل الدورز اللي موجوده معايا في البروجكت بالشكل ده. اوكي، تقدر تتاكد؟ اه اقدر اتاكد بسهوله خالص. ممكن اقول له مثلا هايد ان سيلكتد، هلاقيه مختار بس الدورز بالشكل ده، مختار كل الدورز اللي موجوده معايا في البروجكت. اوكي طيب، بعد كده هروح هنا من سيرش، من سيف سيرش، واقول له سيف سيرش، اعمل لي سيف للسيرش ده واسميه السيرش ده دورز. اوكي طيب، من الواضح كده ان انا هبدا اعمل سيرش سيتس كتير. اوكي، فمحتاج ان انا برضو اقسمها بنفس التقسيمه اللي موجوده معايا هنا. يعني هنا مثلا في تقسيمه خاصه بالاركتكتشر، وبعد كده استراكشر، وبعد كده ميكانيكال. طيب خلاص، ممكن اقول له من هنا نيو فولدر، اعمل لي فولدر كده وخلي لي الفولدر ده اسمه مثلا architecture. تمام،
هضغط انتر كده واسحب الدورز دي في الاركتكتشر اوكي عشان تبقى الدورز دي تحت الاركتكتشر بالشكل ده. تمام. بعد كده هبدا ان انا اكرييت باقي السيرش سيتس معايا. طيب تعال نشوف ايه الكاتيجوري الثاني. الكاتيجوري الثاني معايا هو الفلور وبعد كده الريلينج، وممكن اعدل على ده اوكي فاقول له element category equal وانا عايز هنا الفلورز، ادي الفلورز اوكي. بعد كده هقول له find all، الاقيه مختار معايا كل الفلورز، لكن طبعا مش مختارهم هنا. ليه مش مختارهم هنا؟ عشان انا ظاهر كل الاليمنت ما عدا الدورز، فهقول له من هنا unhide all، بعد كده هقول له hide unselected اوكي. فلاقي ان هو بس مختار معايا بالشكل ده السلابس او الفلورز اوكي. طيب نفس الكلام برضو هروح اقول له من هنا سيف سيرش، وهقول له ان السيرش بتاعي ده اسمه فلورز اوكي، وهاخده اسحبه تحت الايه الاركتكتشر. تمام ماشي. وهكذا بالنسبه للريلينج والرامبس والروفز وهكذا. طب تعال نجرب في حاجه مثلا استراكشر، ونقول له مثلا احنا عايزين الكولمز والفلور اوكي. واقصد ليه الفلور؟ عشان في هنا فلور وفي هنا فلور اوكي. فاحنا عايزين نشوف الفلور اللي هنا والفلورز اللي هنا. تمام. ازاي هنصنف دولت، او ازاي نفرق ما بين الفلورز بتاعت الاستراكشر والفلورز بتاعت الاركتكتشر؟ طيب خلينا الاول نجيب له نقول له الكولمز مثلا والفاونديشن اوكي. هقول له من هنا unhide all، اعمل لي unhide. تمام. وبعد كده هقول له هات لي من هنا بقى الاستراكشر، المره دي اختار الاستراكشر، وهقول له element category equal، انا عايز ايه؟ انا عايز الكولمز، فهقول له هات لي الكولمز اوكي. وبعد كده هقول له find all. طيب بيقول لي دلوقتي ان مفيش عندك كولمز. طيب ممكن يكون ايه المشكله؟ طب ما تيجي نفتح كده البروجكت بتاعك ونشوف فيه كولمز ولا مفيش كولمز. نروح نفتح مثلا الدور السادس مثلا او اي دور من الادوار، هتلاقي ان هنا الكولمز بتاعتي ما اسمهاش كولمز اوكي. وده الفرق ان الكولمز المعماريه اسمها كولمز، لكن الكولمز الانشائي اسمها ستراكشر كولم. خلينا نكبر ده شويه كده اوكي، ستراكشر كولم. طب هو ليه لما قلت له هات لي هنا الكولمز ما جابش ليه الكولمز؟ ما في كولمز في المعماري، عشان انا قايل له من هنا اعمل لي سيرش داخل الفايل الانشائي، اعمل لي سيرش داخل الفايل الاستراكشر. تمام. بالبروبرتيز دي. تمام. فهو طبعا دخل دور في الفايل الاركتكتشر على حاجه اسمها كولمز، ما لقاش، لان الكاتيجوري بتاعي اسمه ستراكشر كولم. طيب طب فرضا اوقات ان انا بلاقي هنا في السيرش سيست بتاعتي بلاقي كميه كبيره جدا من الفاليوز، او كميه كبيره من الحاجات اللي انا اقدر اختارها. طب هقعد ادور ما بينهم كده؟ لا، انت ممكن بكل سهوله لو انا عايز مثلا حاجه زي الاستراكشر كولم اوكي هعمل ايه؟ ممكن ان انا اروح كده على اي دور مثلا بالشكل ده، عارف ان في ستراكشر كولم، واروح على الاستراكشر كولم ورايت كليك، وبعد كده هقول له كوبي نيم. هيعمل لي كوبي لاسم الاسم الموجود عندي ده الاستراكشر كولم، واروح من هنا وهقول له ايه استراكشر كولم كنترول في، بعد كده هقول له فايند اول، الاقيه اختار معايا كل الاستراكشر كولمز بالشكل ده. تمام. فاقدر ان انا اقول له من هنا مش انت مختارهم كده اهو فايند اول، اقول له هايد اند سيلكتد عشان اشوف بس انت مختار ايه اللي فعلا مختار معايا الاستراكشر كولم بالشكل ده اوكي. خلينا نرجع دي زي ما هي تحت كده، ادي الاستراكشر كولمز. تمام. طيب هل في ممكن يكون في اليمنت هو ما اخدهاش، او في استراكشر كولمز هو ما اخدهاش؟ ممكن يكون في استراكشر كولمز هو ما اخدهاش. طيب امتى بقى يكون في اليمنت معينه ما اخدهاش؟ طيب خلينا كده يعني نمشي ونعمل كذا سيرش سيت ونشوف ايه اللي هيقابلنا يكون السيرش سيت مش متظبطه مع الكاتيجوري. تمام. طيب هقول له من هنا سيف، اقول له من هنا سيف سيرش، والسيرش ده هيكون اسمه ستراكشر اوكي كولم. كولم
اوكي ماشي. سوري اوكي. طيب دلوقتي انا محتاج ان انا برضو اعمل فايل، فايل خاص بالانشائي، فاقوله من هنا نيو فايل، نيو فايل هسمي الفايل ده structure. اوكي وهسحب فيه الستراكشر كولم بتاعي كده، بحيث ان يكون الموضوع متقسم معايا فايلات. تمام. طيب يعني نرجع تاني نشوف احنا هنحتاج ايه. هنحتاج مثلا الفلورز. طيب الفلورز هو خلاص الموضوع يعني اتفهم شويه كده. لو قلت له دلوقتي ان هايد اول كده عشان اشوف الحاجات اللي قدامي، وهروح من هنا اقول له element category equal، انا عايز من هنا ايه الفلورز. تمام. لكن الفلورز هي بتتسمى في الانشائي فلورز وفي المعماري برضو فلورز. طب لو انا اخترت فلورز كده وقلت له find all، هيجيب لي كل الفلورز. لو بصيت كده اوكي هتلاقيه جاب لك كل الفلورز فين؟ اللي هي في الاستراكشر لينك. اوكي اهو في الاستراكشر لينك، ما اختارش اي حاجه في الاركتكتشر. ليه؟ عشان انا مختار من هنا استراكشر بس. لكن لو انا يعني فرضا ان انا عايز الفلورز اللي في الاستراكشر وفي الاركتكتشر مثلا، احطهم على سيرش سيتس مثلا بغرض معين، فهقدر ان انا اقول له من هنا هات لي من الاستراكشر وهات لي كمان من الاركتكتشر. اوكي وهقول له فايند اول. اوكي بالشكل ده هلاقي هنا بدا يختار لي الحاجات اللي هي في الاستراكشر وفي الاركتكتشر، كل اللي اسمه فلور في الاستراكشر والاركتكتشر. لكن انا حابب بس ان انا عايز ليه الاستراكشر، اقول له فايند اول، وبعد كده اقول له سيف سيرش. من سيف سيرش هقول له ده استراكشر فلورز. اوكي بعد كده هضيفها هنا. طيب وهكذا. تعال نجيب برضو نعمل سيرش سيف سيرش او نعمل لنا سيتس في الميكانيكال. لو رحت على الميكانيكال هتلاقي هنا ان هو عايز الدكتس والفيتنج، كل ما يخص الدكت والفيتنج في الميكانيكال. طيب هنشوف هنجيبها ازاي. لو رحت كده على الميكانيكال من هنا، تمام، اروح على الفايل الخاص بالميكانيكال، ومن الميكانيكال هفتح مثلا اي دور وليكن ليفل 2 او اي حاجه، اي دور. هلاقي هنا ان دي الكاتيجوري اللي موجوده معايا، البلامنج فيكتشر والبايبس والبايب فيتنج. لو فتحت ليفل 3 برضو هي اكتر شويه، او الحاجات اللي موجوده في الفيرست فلور اكتر شويه. تمام. طيب انت عايز ايه بقى؟ انا عايز الدكت فيتنج وعايز الدكت ذات نفسها. اوكي وهل عايز البايب فيتنج ولا لا؟ لا، هو انا عايز هنا ايه الدكت بس، الدكت والدكت فيتنج. يبقى انا عايز الاثنين دول، الدكت فيتنج والدكتس. طيب ازاي بقى هنعمل الكلام ده؟ هروح من هنا هنقول له انا عايز الحاجات بس اللي هي في الميكانيكال. تمام. وبعد كده الاليمنت بتاعي هيكون الكاتيجوري اليمنت، البروبرتي كاتيجوري، الكونديشن ايكوال. ايكوال ايه؟ ايكوال الدكتس. فهقول له من هنا هات لي الدكتس، اد الدكتس. دلوقتي لو قلت له فايند اول هلاقيه اختار معايا ايه؟ لو عملت مينيمايز كده هتلاقيه مختار معاك بس الدكتس. اوكي ومختار معاك هنا بس الايه الدكت، لكن مختارش الدكت فيتنج. ففي الوقت ده انا عندي طريقه من اتنين، ايه بقى؟ وان انا اروح اقول له من هنا بلاش ايكوال، انا عايز كونتينز. يعني ايه؟ يعني هات لي اي اليمنت او اي كاتيجوري فيه الكلمة دي، مش شرط تكون الكلمة كاملة. اوكي اقول له هات لي اللي فيه الكلمة دي، واروح من هنا واقول له هات لي الدكتس، اقول له فايند اول تاني. ايه اللي حصل بقى معايا المرة دي؟ المرة دي هو مختار الدكتس. اوكي والمفروض ان هو مختار الدكت فيتنج. اوكي اهو تعال نقول له فايند اول كده تاني. الشاشة دي نطلعها كده شوية بس، فايند اول. بص هنا كده مختار ايه؟ مختار الدكتس اهوت. اوكي لكن هل مختار الدكت فيتنج؟ لا مش مختار الدكت فيتنج. طيب ما انا ممكن اعمل حاجه احسن وافضل.
ايه بقى؟ وان انا اعمل اتنين كونديشن، واحده تجيب الدكت واحده تجيب الدكت فيتنج. طيب خلاص يلا بينا. هتروح من هنا تقول له هات لي تاني element by category، وخليها من هنا equal، و equal ايه بقى؟ هات لي الدكت فيتنج، الدكت فيتنج. اوكي، لو قلت له دلوقتي find all مش هيجيب حاجه، اقول لي no objects found. ليه مش هيجيب حاجه؟ لان هنا انت بتقول له دور على ايه؟ انت بتقول له دور على الاليمنت اللي هي دكت، اللي الكاتيجوري بتاعها دكت، وكمان اللي الكاتيجوري بتاعها دكت فيتنج، يعني دور على الحاجه المشتركه بين الاثنين، وطبعا ما فيش حاجه مشتركه بين الاثنين، تمام؟ لكن لازم اروح اقول له من هنا، اروح هنا رايت كليك جنب اليمنت دي واقول له اور كونديشن، يبقى دور لي على ده زائد ده. اوكي، يبقى اي حاجه على الكاتيجوري دي او اي حاجه على الكاتيجوري دي هاتهم لي هما الاثنين. فاقول له فايند اول، المره دي مختار الدكتس اوكي، ومختار الدكت فيتنج اهو، ومختار الدكت فيتنج في كل الادوار بقى طبعا، تمام. طيب هقول له ايه برضو؟ هقول له من هنا اعمل لي نيو فايل، الفايل ده سميه ميكانيكال اوكي، وبعد كده هقول له سيف سيرش، السيرش بتاعي ده هيكون اسمه دكتس و دكت فيتنج. تمام. طيب ممكن اجيب ايه تاني؟ تعال نشوف حاجه كده من فايل خاص بالكهرباء. الفايل الخاص بالكهرباء هنلاقيه بيقول انا عايز الكيبل تريز والفيتنج. طيب تعال نشوف ايه هنجيب الكيبل تريز ازاي. لو رحت هنا لل السلكشن تري بتاعتك اوكي، ورحت على رحت كده فوق خالص كده، وهتعمل المميز بس الميكانيكال، وهنروح للالكتريكال، نفتح الالكتريكال، نروح لاي دور برضو مثلا السكند فلور، وتبص تشوف ايه اللي موجود معاك. هتلاقي هنا كيبل تريس فيتنج وكيبل تريس وكوميونيكيشن ديفايس والكتريكال اكويبمنت والكتريكال فيكتشر ولايتنج فيكتشر وبلامينج فيكتشر. بلامينج فيكتشر ازاي في الالكتريكال؟ دي مشكله، يبقى انت المفروض تريبورت بمشكله زي كده، ان انا عندي ازاي في بلامينج فيكتشر هنا ازاي، تمام، وسبيشال اكويبمنت، تمام. طيب انا عايز ايه؟ انا عايز الكيبل تريز فيتنج والكيبل تريز. طيب برضو بنفس الشكل راح اقول له هنا هات لي من الالكتريكال، بس انا عايز الاليمنت كاتيجوري كونتينز وات، او ممكن نقول له ايكوال بقى اوكي، ايكوال انا عايز الكيبل تريس فيتنج والكيبل تريس. فاقول له من هنا هات لي الكيبل تريس فيتنج، ادي الكيبل تريس فيتنج اول واحده، وبعد كده هقول له هات لي من هنا الايه الكيبل تريس. وطبعا هنا الاور كونديشن شغاله معايا، هقول له فايند اول، هيجيب لي كل حاجه، نتشيك كده ان هو مختار الكاتيجوري اللي انا قايل له عليها اهوت، ادي الكاتيجوري سوري، اقول له فايند اول تاني، تمام. هتلاقي هنا اهوت مختار الكيبل تريز، ولو طلعت شويه هتلاقيه مختار الكيبل تريز فيتنج، تمام. طيب لو انا بقى عايز اختار الكيبل تريز بس في دور معين مثلا اوكي، اقدر ان انا اعملها؟ اه تقدر. ازاي؟ هقول له من هنا مثلا هات لي element برضو، هات لي الاليمنت، والبروبرتي بتاعها مش هيكون كاتيجوري، امال هيكون ايه؟ هيكون الليفل، تمام. طيب الليفل بتاعها هقول له ايكوال ليفل ايه بقى؟ الليفل اللي انت عايزه، وجايب لك هنا كل الليفلز، بس تلاحظ ان يعني الليفل بتاعتك شكلها غريب شويه اوكي. تعال نقول له من هنا انا عايز مثلا الثيرد فلور، هدور على الثيرد فلور او اي دور من الادوار الموجوده مثلا، ايه ادي الثيرد فلور اهو اوكي. طيب كده الموضوع هيمشي ازاي؟ كده هو هيجيب الحاجات اللي موجوده في اول واحد اللي هو اول كونديشن او تاني كونديشن اوكي، وشرط ان هم يكونوا موجودين في ثالث كونديشن، فاقول له فايند اول، هتلاقيه اختار ايه بقى؟
اختار لي الحاجات او اختار لي الكونديشن الاولاني اللي هو الكيبل تريس فيتنج والكيبل تريس الموجودين بس في الدور الكام؟ السكند. ما اختارش اي حاجه من تحت. ولو قلت له هايد ان سيلكتد هتلاقيه مختار بس دي الحاجات دي او اللي هي واخده، خلي بالك اللي هي واخده الايه السكند فلور، هي ممكن ما تكونش موجوده في السكند فلور بس هي واخده الليفل بتاعها سكند فلور. تمام. طيب انا هيدول وهقول له شيل لي الكونديشن ده، مش عايز الكونديشن ده. اوكي. وبعد كده هقول له تمام كده انا تمام، هقول له هنا سيف سيف سيرش. لا اعمل اول فايل جديد، الفايل ده هسميه الكتريكال. تمام. بعد كده ممكن هنا بس ايه يعني نروح وكاننا هنغير اي حاجه، مش هنغير اي حاجه بس عشان ننشط الايه الشاشه بتاعتنا بس مش اكتر. هنقول له مثلا هات لي هنا الكيبل تريس تاني مش مشكله، واختار لي من هنا هات لي من داخل الالكتريكال. تمام. انا هايد اول وهات لي فايند اول عشان بس يجيبهم لي كده. وبعد كده اروح اقول له من هنا سيف سيرش، ومن سيف سيرش اقول له ان دي خاصه بالكيبل تريس. كيبل اند فيتنج احنا اكمل ولا ايه مهندس عمر؟ استاذ اتفضل مع حضرتك. اكمل تمام لو بتحب، ما فيش مشكله مع حضرتك. طيب اوكي تمام شكرا. طيب كده احنا عملنا سيمبل من السيرش سيتس بتاعتنا في الاركتكتشر والاستراكشر والميكانيكال والالكتريكال. تمام. ممكن نشيل دي برضو نحطها داخل الفايل اللي اسمه ميكانيكال. تمام. في النهايه احنا بنطلع سيرش سيتس بتكون منظمه وبتكون مطابقه للكلاش ماتريكس اللي موجوده معايا هنا بنفس الشكل. اوكي. ممكن كمان لو حابين نرتبها مفيش مشكله، لو حابين يعني نطلعها بنفس الترتيب اقصد يعني عادي مفيش مشكله. عندي الدورز قبل الفلورز او حاجه قبل حاجه عادي ممكن اشيلها وايه وارتب زي ما انا عايز مش مشكله. طيب دلوقتي بقى عايزين نعمل الكلاش تيستس او الاختبارات بتاعه الكلاشز. تمام. ازاي هنعملها؟ لو رحت من هنا يعني في بس الشاشه اللي هنا فوق دي من فيو ويندوز، وبعد كده هروح اقول له من هنا تعال بقى نراجع ايه اللي احنا هنحتاجه. كلاش ديتكشن. طب كليك على كلاش ديتكشن. اوكي هنحتاجها. تمام. طيب الكلاش سيتس تعال نشوف كده هنحتاج الكلاش سيتس. انا شايف ان احنا مش ممكن ما نحتاجش الكلاش سيت. اوكي. واوقات دايما لو انت بتفتح النافس لاول مره بتلاقي مثلا حاجات كتير معاك مثلا زي فايند كومنت، او بتلاقي معاك حاجات زي التايم لينير او كلام ده، كل ده انت ايه بتقفله. تمام. وممكن طبعا تسيف الورك سبيس بتاعتك دي اللي هي الخاصه بالكلاش ديتكشن. يعني انت مثلا هتشتغل كلاش ديتكشن فمش عايز كل مره تروح تظبط الورك سبيس بتاعتك دي، فبسهوله خالص ممكن تقول له سيف ورك سبيس. يعني انا خلاص عايز اسيف الورك سبيس دي على الوضع ده. تمام. فممكن تظبطها مثلا بشكل معين، خليها فلوتد كده يعني بلاش تحطها في مكان معين. وبعد كده هقول له سيف ورك سبيس. من سيف ورك سبيس اقدر برضو ان انا ايه اسيفها في المكان اللي انا عايزه، وبعد كده لما احب ان انا اجيبها تاني اقول له لود ورك سبيس والودها معايا. تمام. سواء انا هشتغل مثلا 4 دي فبيكون في شاشه او في مجموعه من الويندوز انا بحتاجها قدامي عشان اشتغل، لو انا هشتغل مثلا كلاش ديتكشن ففي مجموعه من الويندوز بحتاجها ان هي تكون موجوده قدامي، فممكن ان انا اسيف اكتر من ورك سبيس واحملهم في الوقت اللي انا عايزه. هروح لي اول حاجه هنا. تمام. في الكلاش ديتكشن ونبدا نكريت هنا التست. اول حاجه هقول له اد تيست. ايه الاسم بتاع التست بتاعي؟ التست بتاعي
لو رحت كده للفايل بتاعك او الكلاش ماتريكس، هتلاقي ان التيست مثلا الاولاني خاص بالدورز مع الفلورز. راح اقول له من هنا دورز versus floors. طيب هل الكلام كده مظبوط وصح؟ انا اوكي دلوقتي مثلا عندي هبدا اكتب والدنيا حلوه، لكن لو بدات بقى ان انا عندي مثلا 100 كلاش تيست، اوكي يعني دول مثلا ممكن تلاقوهم داخلين في حسبه مثلا 50 ولا 40 كلاش تيست. لو انا بقى عندي 100 او بقى عندي 200 و300 على مستوى مشاريع اكبر، الموضوع هيكبر مني. طب لو حبيت ان انا ادور على كلاش تيست معين، هدور عليه ازاي؟ هيكون الموضوع صعب ان انا اقعد ادور كده بين كل الكلاش تيست اللي عندي كتير هنا. فيفضل هنا وانا شغال في النيم ان انا اكستمايز تسميه معينه بحيث ان انا اقدر الاقي الحاجه اللي انا عايزها. يعني مثلا ممكن اسمي التسميه بتاعتي مثلا تكون 011 مثلا، اوكي، او يكون مثلا فيها مثلا architecture A versus architecture A بقى AA، اوكي تمام، دي تسميه برضو ان انا احط architecture versus architecture بحيث ان انا لما احب ادور على الحاجات architecture versus architecture الاقيها بسهوله. ادور ما بين مثلا ايه، مثلا ادور ما بين 1 2 3 4 حوالي 10 او 15 واحد، عامل لو ادور ما بين 100 او 200 واحد. تمام، ممكن كمان يعني اظبط الموضوع اكتر اخليها اي اي وبعد كده اديله نمبر، وده الاصح والافضل ان احنا بنسميها بالديسيبلين كده. ده اركتكتشر اللي هو دور فيرسس اركتكتشر، وبعد كده اقول له من هنا مثلا 001، اوكي، وتبقى هي دي التسميه اللي انا هعتمد عليها. تمام، اوكي. طيب انت دلوقتي ضفت الاسم بتاع التيست بتاعك، جه دلوقتي بقى تقول له ايه اللي هي يعني إيه ده، مجرد تسميه، ايه بقى اللي هيخش مع ايه، او انت عايز تكلش ايه مع ايه. انزل من هنا من السيلكت واقول له من السيلكت هات لي بقى السيتس اللي انا عملتها. طيب السيتس عايز ايه؟ انا عايز من الاركتكتشر، عايز ايه من الاركتكتشر؟ عايز الدورز، اوكي، من هنا، ومن الجنب الثاني السيلكشن بي عايز الفلورز. واقول له من هنا هات لي السيتس برضو، هات لي من الاركتكتشر، هات لي الفلورز. اوكي، طيب بعد كده تعال نبص على الاعدادات اللي تحت دي. الاعدادات دي هنا بيقول لي انت عايز كلاش سيرفيس سيرفيس، يعني مجرد ما يلمسوا البعض، ولا لاينز، ولا عايز كلاش بوينتس. لا طبعا انا شغال سيرفيس. طيب عايز لو هو الدورز مثلا ده، او بلاش الدورز، لو مثلا لو عندي بايبس والبايب ده خبط مع نفسه، هل اطلعه لك كلاش ولا ما اطلعهوش كلاش؟ تمام، يعني ممكن لو انا شغال في بايبس ما فيش مشكله ان انا اتشيك مارك على دي، او ان انا اختار دي معايا. اوكي، ونفس الاعدادات اللي هنا، نفس الاعدادات اللي هنا، لكن يهمين هنا بقى في السيتنج. السيتنج نوع الكلاش بتاعك ده ايه بين الدورز وما بين الفلورز. لو بصيت عليه كده هنا هتلاقي ان الكلاش ده هارد كلاش. فاقدر من هنا هقول له ان الكلاش ده هارد، التايب بتاعه هارد، وفي عندي هارد كونفرسيشن، وفي هارد كليرنس، وفي هارد دوبليكيت. طيب خلينا نشرح المهمين عندي اللي هو الهارد والكليرنس. الهارد وده لما عنصر يخبط مع عنصر او يلمس عنصر. طيب والكليرنس ده النوع الثاني اللي عندي، وهو ان العنصرين يقربوا لبعض بمسافه معينه. طيب بعد كده التولرنس، التولرنس ده بسيبه، ده الدقه اللي انا كنت شغال بيها في الريفت. كنت شغال مثلا بدقه واحد متر، سوري، 1 مللي، فسايبها من هنا 1 من 100. لكن اقدر ان انا اغير التولرنس دي، اقدر ان انا اغير التولرنس دي، مفيش مشكله، من السيتنج بتاعت النافس ورك. اوكي، اقدر ان انا اروح اغير التولرنس دي. تمام، طيب لينك، لينك هنا لو انا عايز الانك تايم لانير معين، يعني ايه؟ يعني مثلا ممكن يكون في عنصرين مش مكلشين مع بعض، انت شايفهم مش مكلشين مع بعض في الوقت ده، لكن في اثناء الفور دي او اثناء عمل الحركه هيكلشوا مع بعض. زي ايه؟ زي مثلا الكرين. اوكي، الكرين مثلا انت عامل له موديلنج ومحطوط في مكان معين، المكان اللي هو محطوط فيه حاليا مش بيعمل كلاش، لكن الكرين لما يبدا يتحرك وابدا اعمل له سيميليشن في الفور دي هيبدا يخبط
مع مثلا عندام معينه او في مشكله معينه، هو هيكون المبنى اللي جنبي مثلا بقى اعلى من الكرين فهيبدا يخبط فيه وهكذا ايا كان السيناريو يعني. فمن هنا ده بيخليني اختار اقول له هنا تايم لينير، فاختار تايم لينير اللي انا عامله وهشوف هيعمل لي تشيك لاش على التايم لينير. طيب خلاص، وانس ان انا خلصت بالشكل ده هقول له ران تيست. لو بصيت هنا في الران تيست بالشكل ده هلاقي ان بيقول لي هنا في مشاكل اهو، بدأ يطلع لك مشاكل. تمام، ايه المشاكل اللي عندك؟ تعال نبص كده مثلا على الاليمنت ده، لو حبيت تختاره هتلاقي نفسك يعني مفيش، مش عارف تختاره او يعني مفيش امكانية انك تختاره في الوضع اللي انت شغال فيه ده. تعالى بقى، انا شايف ان انا ملهاش لازمه السيتس، نقول له كلوز كده اوكي، ونفتح الشاشه دي هي اللي ايه اللي جنبنا كده، خليها تاخد ايه مكانها هنا. تمام، ونصغر الشاشه الخاصه بالبروبرتس. هنروح بقى دلوقتي على ريزلت. طبعا انا عملت كلاش تيست واحد بس وهنشوفه كده، وبعد كده نرجع نعمل اتنين كلاش كمان ولا حاجه. تمام، اروح على ريزلت، ومن ريزلت اوكي هلاقي هنا بيقول لي ان الكلاش اللي عندك ده من هنا عباره عن ايه مكلش مع ايه مكلش من هنا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي انك عندك باب دور اهوت، الدور ده النوع بتاعه كذا اوكي، مكلش مع فلور، الفلور ده نوعه كذا، وكمان جايب لك الاي دي بتاع الكلاش هنا والاي دي بتاع الكلاش هنا. جميل، طيب حلو جدا. انا عايز بقى اشوف الدورز والفلورز دولت، يعني اشوف مقدار الكلاش قد ايه او اشوف الدنيا فيها ايه او مكلشين ازاي. هنروح على الشاشه ناحيه الشمال شويه دي اوكي، هتلاقي مختفيه بس كده، وهي خاصه بالديسبلاي سيتنج اوكي. ممكن نكبرها شويه ونشد دي تحت كده اوكي. الديسبلاي سيتنج هلاقي هنا بيقول لي انه عامل لي هايلايتنج على element 1 وelement 2، واحد بالاحمر واحد بالاخضر، يعني الكلاش اللي هو من هنا هيكون بالاحمر والكلاش اللي معاه من هنا هيكون باللون الاخضر. تمام، بعد كده انزل تحت شويه هتلاقي حاجه اسمها الايزوليشن. الايزوليشن دي خاصه ان انا اشوف بقى ايه الكلاش اللي عندي ده عايز اشوفه، ما هو انت دلوقتي تيجي تختاره مش عارف تختاره، هي دي بقى الايزوليشن. هقول له هايد اذر، اعمل لي هايد لكل العناصر الثانيه، سيب لي بس الايه الكلاشين اللي قدامي. فاقدر ان انا اروح على الباب ده اشوف الباب ده ايه نظامه، مكلش ازاي مع الفلورز اوكي، ايه مقدار الكلاش. تمام، وابدا ان انا اريبورت بيه. تمام، عايزين كده نعمل كذا كلاش. تمام، نطلع كام كلاش وبعد كده نريبورت بيهم. طيب ده اول كلاش، ده كلاش رقم واحد. لو رحت على كلاش رقم اثنين برضو هنبص عليه هتلاقي ان هو باب مكلش برضو مع الفلور، الباب المعماري مكلش مع الفلور المعماري، وهكذا كلاش 3 و4 تقريبا كل دي نفس انواع الكلاشز، لكن ده ممكن يكون كلاش مختلف شويه. اختاره كده تعال نشوفه اوكي، تقريبا ابعاد الباب مش مناسبه مثلا او الفاميلي بتاعت الباب مش مناسبه فمكلش مع الفلور من فوق اوكي. طيب كل دي عباره عن كلاشز. انا حابب بقى ان انا هعمل كلاش كمان وبعد كده هنقول ازاي هنريبورت بالكلاشز دي. طيب جميل، هنقول له اد تيست كمان، والتيست اللي انا هضيفه ده هيكون بين الميكانيكال وما بين مثلا خلينا مثلا ما بين الاستراكشر والميكانيكال، نشوف الاستراكشر مع الميكانيكال ايه داكتس اند فيتنج اهوت اوكي. الاستراكشر الكولمز مع الدكت. طيب هقول له التست، التست ده بين ايه؟ بين استراكشر من فوق يبقى اس وميكانيكال يبقى ام، وبعد كده هقول له بقى ادي له ايه رقم مثلا وليكن ايه عشان يترتب. طبعا لو انا عاملهم بالترتيب فهكون عارف رقمه 00 مثلا او 020 مثلا او اي رقم اوكي. بعد كده هقول له ده عباره عن الاستراكشر كولمز
versus الدكتس. تمام. طيب انا سميت تسميه، هنزل من تحت هنا اختار ايه بقى الاليمنت اللي هنا وايه الاليمنت اللي هنا، هقول له من هنا sets، واقول له من السيتس هنا عايز الـ من الاستراكشر، عايز الاستراكشر كولم، وعايز من السيتس اللي هنا عايز الايه الميكانيكال الدكتورز اند فيتنج. بس المره دي الكلاش بتاعي مش هارد كلاش، الكلاش اللي عندي مش هارد كلاش، امال الكلاش اللي عندي ايه؟ الكلاش اللي عندي كليرنس، يعني مش لازم الضغط يخبط في العمود، لا هو مجرد ما يخبط، مجرد ما يقرب من العمود بمسافه معينه انا اللي هحددها له دلوقتي يديني ان ده كلاش. فلو رحت هنا هقول له ان التولرانس بتاعي مثلا بوينت 0.05 مثلا، او زي ما هو قايل لي اوكي 0.05 يعني 5 سنتي. لو لو رحت هنا هلاقي هو بيقول لي ان الكليرنس 50 مللي يعني 5 سنتي. تمام. بعد كده هقول له ران تيست اهو عندي ايه، لا ده عندي ده مخبط، يعني انا عندي هنا دكت اهو مخبط في الكولا. تمام. وهو لو حتى لو ما كانش مخبط كان هيطلعه لي كلاش اوكي، لان انا بقول له هات لي هنا مجرد ما يقربوا لبعض بمقدار 5 سنتي، هات لي هنا كلاش رقم 2، ده كلاش رقم 1، اقول له هات لي كلاش رقم 2 اوكي، ويبص على كلاش رقم 2 برضو ايه دكت برضو اوكي، بس ايه فوق في دور فوق شويه. طيب جميل جدا. خليني بقى اخد الشاشه دي تحت شويه كده، وانا عايز دلوقتي اشوف الكلاش بتاعي ده، عايز اشوف البروبرتيز بتاعته موجود في انهي دور، عباره عن ايه، ابعاده ايه، الاي دي بتاعه ايه. فممكن افتح من فيو اوكي، اروح على ويندوز، ومن ويندوز هنا افتح البروبرتيز، اقول له هات البروبرتيز اوكي. تمام. وهروح اختار الضغط ده بالشكل ده كده، هيقول لي ايه، هيعرض لي كل البروبرتيز الخاصه بالضغط ده، زي از ايتم ايه البروبرتيز بتاعته، ايه الاليمنت اي دي اوكي، ده الاي دي اللي انا لو اخدته كده رايت كليك واخدته كوبي اوكي، يعني لو اخدت ده كوبي كده ورحت هنا للريفت تمام، ورحت قلت له من هنا من مانج سيلكت باي اي دي تمام، وكنترول في بالاي دي ده، واقول له اوكي، هلاقيه مختار معايا ايليمنت. طب لو انا مش شايف الايليمنت ده اقول له بي اكس كده سيكشن بوكس، الاقي مختار الايليمنت اهو، ادي الايليمنت اللي هو مختاره في النافس ورك وقال لي ان هو كلاش. طبعا لو فتحت الايه الاستراكشر، الاستراكشر موديلنج، هلاقي ايه شكل الكلاش، وابدا ان انا احرك الايليمنت بتاعي ده تمام، عشان بحيث ان هو ايه يحل الكلاش ده او يبعد عن الكلاش بتاعي. طبعا مش الكوردينيتور اللي بيحرك، هو بيريبورت بس، يعني احنا نتعلم ازاي نريبورت الكلاشز دي للديسيبلينز او للفرق اللي معايا للتيمز. اوكي. كذلك برضو لو اخترت الكولم كده تمام، واضح ان الكولم كله كان معمول از يونت، يونت واحده يعني من دور الارض لحد الدور الرابع، برضه هيقول لي ان الاليمنت اي دي بتاعه اهوت، اقدر ان انا اروح هنا من الريفت وافتح الفايل الخاص بالستراكشر واشوف الاليمنت ده ايه بالظبط واحله. لكن انا مش دي الطريقه اللي انا بريبورت بيها، يعني لو عندي مثلا 200 300 كلاش مش دي الطريقه اللي انا هريبورت بيها. كويس. طيب خلينا بقى نرجع للكلاش الاولاني ده تاني كده، يعني ده في كيسز كتير شويه. اللي انا شايفه دلوقتي ايه، انا شايف كل ما اروح على كلاش هيفتح لي الكلاش بتاعي ورا اهوت، بيفتحه ورا اهوت، اروح كده كل ما اروح على كلاش هيفتح لي الكلاش بالشكل ده. ممكن يكون الكلاشز دي كلها سببها واحد، اه فعلا ممكن يكون سببها واحد. طب انا عايز اشوف الكلام ده،
انا عايز اديت او اشوف الكلاشز دي كلها مع بعضها، ازاي اشوفها كلها مع بعضها؟ الطريقه اللي انا بتبعها بصراحه في ان انا اصنف الكلاشز دي هي مش الشطاره ان البيم كوردينيتور ان هو يعمل الشغل اللي احنا عملناه ده وبعد كده يطلع ريبورت او يبعت ريبورتات للناس، لا، هي الشطاره ان هو يسهل موضوع حل الكلاشز، لان موضوع حل الكلاشز بياخد وقت طويل جدا، فيشوف الكلاشز اولا اللي هي مرتبطه ببعضها ويبعتها مره واحده. يعني ممكن تكون البلاطه هي المشكله، فانا هروح ابعت للراجل المعماري اقول له انك عندك مثلا 50 كلاش وفي الاخر هي بلاطه بس الليفل بتاعها مش مظبوط، هيحركها تتظبط. غير كده ممكن يكون في كلاشز ما تستاهلش انها تبقى كلاشز، فاجنور الكلاشز دي. ازاي هعمل الكلام ده؟ اول حاجه انا بعملها ان انا بروح اختار اول كلاش كده في الجروب بتاعي وانزل على اخر كلاش، اوكي، وبعد كده رايت كليك وبقول له من هنا جروب، اعمل لي جروب للكلاشز دي. جاست ان انا بعمل لها جروب بالشكل ده بقدر ان انا اشوف كل الكلاشز في مره واحده بالشكل ده. فمثلا انا شايف ان الكلاشز اللي تحت دي قد يكون السبب فيها الفلور الليفل بتاعه مش مظبوط، او الدورز كلها الليفل بتاعها مش مظبوط. يبقى انا لما هبلغ او هريبورت ان الدورز كلها مش مظبوطه. لا، وغير كده تعال نختار الدور ده ونختار الدور ده، سيلكت كده، اوكي، ممكن تلاقيهم ان هم نفس التايب. تعال نشوف التايب بتاع ده 0813 في 21 83 0، لا مش نفس التايب، اوكي، لكن ممكن تلاقي ان في دورز من نفس التايب مكلشين، يبقى في مشكله في التايب بارامتر بتاعه او البارامترز اللي هي الخاصه بالتايب. لكن انا شايف هنا ان الدورز اللي عندي اللي مكلشه هي الفاميلي دي الفاميلي اللي مكلشه معايا، فممكن ان انا اقول له ان في مشكله في الفاميلي دي ويبقى الاصلاح بسيط خالص، وهو عن طريق ان انا اقول له والله الفاميلي دي عندك فيها مشكله في الدور الفلاني، فهو يروح بكل سهوله يأدت على الفاميلي دي. ممكن يكون اللي عمل لها الموديلنج بتاعها مش مظبوط مثلا، او فيها حاجه مش مظبوطه. طيب انا فرضا ان انا هلاقي لا انا عايز احط دولت مع بعض، هبعتهم مع بعض كده، والمعماري خلاص عرف غلطته وهيبدا يشوفها، وده لوحده وده لوحده وده لوحده. ازاي اعمل الكلام ده برضه؟ خلاص، بسيطه خالص. ممكن تختار البلاطه دي بالشكل ده ونقول له ايه، ونقول له هات لنا كل الكلاشات اللي البلاطه دي جزء منها. ازاي الكلام ده؟ هي البلاطه دي في كلاش واحد ولا كلاش اتنين؟ ما تبص، بص هنا، بص فين، انت واقف في الريزلت صح، بص في السيلكت كده هتلاقي ان البلاطه بتاعتك في الكلاش هنا في الجنب اللي هو سايد بي، اوكي، ارجع تاني للريزلت من فوق من هنا. فهتروح تضغط هنا رايت كليك وتقول له جروب كلاش انفولفد ايتم، يعني انت بتقول له هات لي كل حاجه الايتم ده، اي كلاش الايتم ده جزء منها. هيطلع لك الرساله دي بيقول لك ايه، some clashes involved involving the selected item is already contained in existing group. يعني بيقول لي ان في انت عايز تعمل جروب جديد، والحاجات اللي انت بتعملها جروب جديد دي في منها كان موجود في جروب قديم. ايوه، ما انا كنت عامل لهم كلهم جروب قديم، فهو هياخد من الجروب القديم ويودي للجروب الجديد. ايوه ولا لا؟ اقول له يس. لو جيت تبص دلوقتي هتلاقي عندك جروبين اهو، الجروب ده اللي هو اتشال منه بقى اللي كان فيه كل حاجه واتشال منه الحاجات اللي فيها كلاش، والجروب اللي فوق ده، وده اللي انا عملت لهم جروب دلوقتي عشان لما اعمل لهم اكسبورت يروح هناك بطريقه معينه تساعد المعماري ان هو يحل بشكل اسرع. واروح كمان اقدر ان انا اختار الجروب ده، سوري، اختار الجروب ده كده واديله تسميه مثلا، اقول مثلا ده خاص بي عند الجماعه بتوع الاركتكتشر مثلا. تمام، اقدر كمان ان انا الشكل بتاعي ده اغير في الصوره بتاعته، يعني من هنا مثلا لو انا الصوره اللي موجوده دي مش عجباني اقدر ان انا اغير فيها من هنا برضو، بس ان انا بكليك عليه بيلقط صوره، الصوره اللي انا واقف فيها، انا مثلا واقف في الصوره دي كده وعايز ان انا الصوره دي تروح مع الكلاش،
فهو يقدر يعرف ايه، او تبين له مثلا الحاجات اللي هو عايزها، بقف على الصوره اللي انا عايزها وبقول له من هنا التقط الصوره دي. تمام. اقدر كمان ان انا اصنف الكلاش بتاعي. لو الكلاش ده كلاش مثلا فرضا ان هو كان موجود قبل كده، او كلاش مثلا خلاص الكلاش ده ابروفد، يعني اقدر ان انا ادي له كيس من الكيس اللي موجوده قدامي دي. لو الكلاش ده مثلا كلاش هيتحل، فهقول له مثلا سيبه نيو. لو الكلاش ده خلاص يعني ابروفد، الكلاش ده احنا اعتمدناه خلاص، بعتنا خلاص مفيش مشكله، خلاص الكلاش ده احنا هن اجنور الكلاش ده، فهنقول له من هنا ابروفد. لو الكلاش ده عبارة عن كلاش مثلا اتبعت بي ار اف اي بالفعل الاستشاري وخلاص ومستنيين الرد فيه، فهنقول له مثلا الكلاش ده ريفيود. اوكي. من هنا بقى بيبدأ ايه، يديني بعض الانفورميشن زي الليفل اللي الكلاش ده فيه. تمام. الاقرب جريد انترسكشن للكلاش ده فين. تمام. لو فتحت كده الجروب هتلاقي برضو بيديني كل واحد لوحده، اقدر ان انا اروح على كل واحد لوحده عادي مش مشكله. تمام. لو رحت على الجروب هيديني ليه الخصائص الخاصه بالجروب، برضو اليوم والوقت والساعه اللي انا لقيته فيه. تمام. اقدر من هنا ابروف اي كلاش من الكلاشز دي لو انا عايز ابروف ليها. الكلاشز ده بيقول لي ان هو هارد، الكلاش ده هارد. خلي بالك ابروف و ابروفد باي وابروفد دولت، لما اقول للكلاش هنا ابروف، بص كده يعني لما اقول له هنا ابروف هيقول لي ابروف باي كذا. اوكي. عشان تبقى انت المسؤول عن الابروف ده، خلاص الكلاش ده ملوش لازمه او الكلاش ده ابروف احنا عملنا له ابروف، فتبقى انت المسؤول عن الكلاش ده. تمام. انا اقول له ده رجعها تاني ريفيود. اوكي. او خليها الاستاتس بتاعها نيو مثلا او اكتف. اوكي. عشان يرجعها لي تاني. طيب نوع الكلاش ده هارد. اوكي. ممكن كمان اقول له اساين للكلاش ده، لو انا عايز اساين كلاش معين مثلا اقدر ان انا اساينه لحد معين هو اللي يبدا يحل الكلاش ده. اوكي. عن طريق ان انا رايت كليك هنا وهقول له اساين. اساين الكلاش ده لمين؟ اقول له مثلا اساين الكلاش ده لو انا عارف الشخص مثلا باسمه، الشخص اللي هيحل الكلاش ده. اوكي. مثلا من فريق المعماري اسمه احمد مثلا، فاقول له احمد. اوكي. وممكن ادي له هنا نوت مثلا معينه اقول له بليز سولف ذات كلاش، او ذا بروبلم از ان اور، او اي حاجه، او اي نوت انا عايز ابعتها للشخص ده. اوكي. اقول له اوكي. هتلاقي هنا الكلاش ده بقى مقصين بواسطه احمد. هنا بيقول لي كمان مقدار الكلاش. الدورز دي كلها داخله بمقدار قد ايه. لو رحت كده للجروب هتلاقي ان الرقم 0.212. لو نزلت تحت اهو للجروب بتاعك، خلينا نقفل ده اضغط عليه كده وافتح ده، كلهم 2.212. اوكي. فالجروب جايب نفس الرقم. لو هو الارقام دي مختلفه هيجيب لك هنا كلمه various، يعني يقول لك ان هو الديستنس متغيره. خلاص يبقى انا دلوقتي عرفت ان في التداخل في 20 سم تداخل. تمام. ما بين الدورز وما بين الفلورز. اوكي. طيب تعال نروح لجروب 2 نفس الكلام، خلينا نصغر دي تاني كده ونروح لجروب 2. فجروب 2 انا برضو حابب ان انا اصنفه، فهاخد الكلاش ده لوحده والكلاش دي الاثنين دول مع بعض مثلا. فبسهوله هعمل ايه بقى المره دي؟ المره دي بقى بسيطه خالص، انا هختار الكلاش ده، عايز اختار الكلاش ده. فخلي بالك انك في النافس ما بتعرفش تختار باي ويندو كده الا لما تضغط مسطره، يعني اضغط مسطره كده واختار باي ويندو. تمام. تقدر تختار بالويندو بالشكل ده، او من هوم من هنا تختار اداه الاختيار اللي هي السليكشن بوكس. بس الاسرع طبعا ان انا ايه اختار باي اليمنت، خليها دايما باي سيلكت كده، وعن طريق الضغط على السبيس اقدر ان انا ايه اختار بالاليمنت كده، اختار بالويندو. وبعد كده انا مختار هنا الاثنين اليمنت اهوت، اروح على اي حاجه او اي شاشه من الاثنين دول سواء اللي خاصه بالاليمنت 1 او اليمنت 2، واقول له رايت كليك واقول له جروب clashed involved item. هيطلع نفس الرساله بيقول لي ان الكلاش ده من ضمن المجموعه قبل كده، اقول له اوكي هاتها لي من ضمن المجموعه
وخلاص هو طلع لي الكلاشين اهو، اختاره كده واقول له مثلا ده ديليت، وهيكون اسمه مثلا مثلا يعني دورس طيب مثلا فلاني اوكي، او بالمارك الفلاني او اي حاجه اوكي، اي تسميه يعني تعبر عن اسم الكلاش ده. بعد كده بيقول لي هنا برضو نفس الانفورميشن اللي عليه، نفس الانفورميشن اوكي. انا حابب بس ان انا ادي لده كيس مختلفه، اقول له مثلا ان الكلاش ده خلاص تمام، الكلاش ده ريفيود واحنا عملنا له ابروفد خلاص على الكلاش ده، زي ما قلنا هيجيب هنا بقى ايه اسم الايه الشخص اللي عمل ابروف، عشان انت اللي عملت ابروف فهيجيبك ايه، هيجيب اسم الجهاز بتاعك انت اللي عملت ابروف. طيب كل ده في الكيس اللي هي الاولانيه. تعال نروح الكيس الثانيه تمام، اللي هي الاستراكشر كولن فيرس الدكت، نفس الكلام برضو، اقدر ان انا احطهم الاثنين في جروب واحد كده واقول له نيو جروب، هيحطهم الاثنين في جروب اوكي. طيب انا مش لاقي الكلاش بتاعي بالشكل ده، هقعد بقى ادور والكلام ده؟ لا، ممكن اقول له من هنا فوكس اون كلاش اوكي، فهيعمل لي فوكس على الكلاش بتاعي، بس الظاهر ان انا الكلاش بتاعي ده الاثنين بعاد عن بعض شويه. اقول له اي دولنت وهقول له فوكس اون كلاش، خلي المبنى قدامي كده، وبعد كده اروح ايه هختار على اي، اختار اي كلاش من الكلاشز دي اوكي من ريزلت، اختار اي كلاش من الكلاشز دي هيجيبهم لي كده، بس انا حاسس ان هما مش جنب بعض فعشان كده مش جايبهم، ممكن انا اجيبهم تراك كده اوكي، يعني هما بعاد عن بعض شويه، الشاشه بتاعتي مش جايبه مش مشكله. خلاص يبقى انا عندي كلاشين هما كلاش 1 وكلاش 2، انا شايف ان هما كل واحد ملوش علاقه بالتاني، فممكن ان انا اختاره كده واقول له من هنا ان جروب، فك لي الجروب ده لان هما ملهمش علاقه ببعض، ده كلاش هيتحل لوحده في دور مختلف وفي مكان مختلف، وده كلاش هيتحل لوحده في دور ومكان مختلف، فممكن اقول له ايه ان جروب، خلاص مش ايه مش هعمل لهم جروب. طيب تعالى بقى نكمل مع بعض الحاجة الأخيرة، وهي إن إحنا نعمل ريبورت. طبعا يعني في حاجات كتير في نقطة إن أنا أريبورت الكلاشز دي، لكن عشان الوقت إحنا ممكن نريبورت بشكل سريع كده الكلاشز، وبعد كده ممكن نتعمق في الحتة دي، وخاصة لما نكون عاملين بقى إيه عدد كبير من الكلاش تيستس أوكي. هتلاقي إن مثلا الكلاش ده الكلاش ده موجود معاك في التيست ده وموجود معاك كمان في التيست ده، فتعمل إيه عشان ما تبعتوش مرتين والكلام ده كله؟ احنا بس عاملين هنا اتنين تيست بس، فممكن نريبورت بالاتنين دولت، وبعد كده يعني لو في فرصه يعني ان احنا ممكن نتعمق شويه في النقطه دي او نتعمق نخش فيها اكتر يعني. طيب هنروح دلوقتي على ريبورت. ريبورت هيفتح لك هنا الحاجات اللي انت عايز تطلعها في الريبورت بتاعك. عايز تطلع ايه في الريبورت؟ مبدئيا كده انا مش محتاج السمري بتاع الريبورت اوكي، مش محتاج الكلاش بوينت، النقطه اللي هو مكلش عندها بالظبط بيطلع لك الاحداثي بتاعها، و امتى تحتاجها؟ هتحتاجها لو انت عايز تريبورت الكلاشز دي عن طريق الداينامو مثلا، فانت عايز احداثيات للكلاشز، فتقدر تاخد الاحداثيات دي وتريبورت بيها تدخلها على الداينامو وتخليه يحدد لك اماكن الكلاشز دي، برضو ده احد الورك فلو او احد الحاجات الادفانس برضو احنا ممكن نتكلم فيها. بعد كده انت عايز اليوم اللي جاب فيه الكلاشز، ما فيش مشكله عايز تسيبه سيبه، بس انا ما افضلش انك تسيب حاجات كتير في الريبورت بتاع الكلاشز، سيب بس الحاجات اللي هي المهمه. زي ايه الحاجات المهمه؟ اهمها طبعا اللي هو الايتم اي دي، الايتم باث. الايتم باث ده بيعرفك الاليمنت ده من فاميلي ايه، من 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 دور ايه، من فايل ايه بالظبط اوكي. طيب ممكن نسيبهم كلهم دلوقتي كده عشان نتعرف عليهم بس او نشوفهم في شكل الكلاشز. طيب بعد كده بقى هنا بيقول لي ايه، بيقول لي ايه اللي انت عايز تصدره، او ايه الكلاشز اللي انت عايز تصدرها، فهقول له من هنا include only filtered result مثلا اوكي.
اوكي. لو انا عايز ايه ريزلت اللي انا عامل لها فلتر بس او اللي انا حاططها في جروبز بس، ومن هنا بيسالني هل انت عايز تصدر او عايز تبعت فيه الكلاش ريبورت بتاعك كل حالات الكلاش. يعني ايه كل حالات الكلاش؟ لو رجعت هنا في الريزلت هتلاقيني مثلا في الكلاش رقم واحد في حاجات او في كلاشز انا عملت عليها ابروف. هل انت عايز تاكسبورت الحاجات اللي معمول عليها ابروف دي او لا؟ من هنا الحاجه اللي انا مش عايزها ما صدرهاش. وفي الغالب انا دلوقتي حاجه عملت عليها ابروف، يعني انا خلاص قلت له ان انا ابروفد على الكلاشز دي، تمام. طيب طيب احنا باشمهندس عمر خلاص كده ولا ايه؟ هندسه احنا معاك لحد ما تخلص. طيب ماشي، هديتك بقى شكرا. ماشي. طيب في الغالب انا خلاص انا عملت ابروف على كلاش معين، فخلاص مش محتاج الكلاش ده يظهر معايا، تمام. على الاقل وانا دلوقتي بعمل اكسبورت او بعمل ريبورت للتيم بتاعي مش محتاج الكلاش اللي انا عملت له اكسبورت يظهر معايا. طيب بعد كده بتفتح لي بقى القايمه اللي فوق دي. يعني انا دلوقتي اما كنت شغال هنا اوكي، لما كان ده ابروف، بص هقول لك حاجه، لما كنت انت هنا مختار الكلاش ده اللي هو التيست ده اللي خاص بالستراكشر كولن فيرسس دكتد، كانت القايمه دي قافله معايا وما ينفعش اختار فيها حاجه. ليه؟ هنا بيصنف لك الكلاشز بتاعتك باي جروبنج، بيعمل لهم جروبنج، وانا اصلا هنا ما عنديش جروبنج في الكلاش ده، ما عنديش جروبنج اوكي. لكن في الكلاش اللي فوق انا عندي جروبنج، عامل جروبس اهيت اوكي، مصنف جروبس. فبالتالي وانا في ريبورت من هنا الاقي فاتح لي اللي هو الكلاش جروبنج، اقول له والله انا عايز جروب هيدر اونلي لو انا عايز بس الكلاش او الهيدر بتاع الكلاش بس، وده طبعا مش منطقي. او انديفيديوال كلاشز اونلي، اعمل لي صدر لي الكلاشز اللي هي مش محطوطه في جروبس، او صدر لي كل حاجه. فانا طبعا بقول له ايه صدر لي كل حاجه، وهنشوف شكل الكلاش دلوقتي. بعد كده هشيل من هنا الابروفد، انا مش محتاج الابروفد معايا. بعد كده بيقول لي الريبورت تايب، او انت عايز تصدر الكلاش ده لوحده كارنت تيست بس، يعني عايز تصدر الكلاش ده لوحده، ولا عايز تصدر الكلاشز دي كلها كومبايند مع بعضها في فايل واحد، ولا عايز تصدرهم في سبريتد فايل كل واحد في فايل لوحده. والله انا انت ممكن تجرب دي وتجرب دي وتجرب دي، لكن دي هتصدر الكلاش ده لوحده، وده هتصدرهم مع بعض في فايل واحد، وده هتصدرهم سيبريتد، كل واحد هيجي في فايل لوحده. طب ده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على اللي هيحل التيست ده او اللي هيحل الكلاش ده. اللي هيحل الكلاش ده فرد واحد او شخص واحد، فخلاص هصدرهم له كلهم في فايل واحد. طب اللي هيحل الكلاشز دي ناس مختلفه، احمد هيحل ده ومحمد هيحل ده، وانا كبيم كوردينيتور عارف مين هيحل ايه، فخلاص يبقى انا اسمي كل كلاش لوحده اوكي، وبعد كده اعمل فايلات باسم كل واحد واحط له الكلاشز بتاعته في فايل. الفايل ده اللي هو بيكون الفايل الانترنال شيرد او الشيرد اللي ما بيننا وما بين بعض، كل الناس بيبقى لها اكسس عليه، بيخش يشوف هل في ليه كلاشز في الفولدر بتاعه ولا لا. لو ليه كلاشز بيبدا يحلها، لو ملوش كلاشز خلاص تمام. فهقول له من هنا all test separated، تمام. هيبدا يعمل لي يكسبورت الكلاشز كلها بس كل واحد في فايل لوحده، وانا عندي هما اتنين بس. طيب الريبورت فورمات، عايز يطلع لك الريبورت بتاعك ده بايه؟ انا بختار دايما او احنا بنشتغل دايما على ال HTML tuple، ده بيفتح عن طريق المتصفح تمام توبلر ده، وبيكون ده افضل شكل انك تاكسبورت بالكلاشز. طبعا ال XML ده ما بيكونش فيه صور، ال HTML ده يعني برضو بيفتح عن طريق متصفح لكن بيكون شكله مش ظريف شويه، او مش ده يعني الشكل اللي احنا في الغالب بنعتمد عليه او بنشتغل بيه. احنا دايما شغالين على ال HTML tubular. تكست هيكتب لك بس المعلومات اللي انت حطيتها دي as a text file. as viewpoint هيبدا يصدر لك الصور اللي احنا كنا اخذناها هنا، الصور دي اوكي، الصور دي هيبدا يصدرها لك في فايل كده، يبدا يصدرها لك كلها ورا بعضها كصور تمام. تقدر تفتحها بالبراوزر بتاع الصور بتاعك عادي. دايما هنشتغل على ال HTML tubular، وهقول له من هنا بقى
رايت ريبورت، او ما اقول له رايت ريبورت هيبدا يسالني على المكان اللي هرايت فيه الريبورت بتاعي ده، فهقول له فيلا ورك ان بروجرس ان دبليو سي. ممكن هنا بقى في النابلس هنا اقول له ميك نيو فايل، الفايل ده يبقى اسمه مثلا شيرد او شيرد كلاشز مثلا، عشان الايه التيم بتاعي يبدا يخش في الفايل ده ويبدا يشوف والله ليه كلاشات هنا فيبدا يحلها. وممكن اقول له كمان ميك نيو فايل داخل الشيرد كلاشز ده، ممكن اقول له هنا في فايل خاص مثلا بانج احمد مثلا او انج محمد، اوكي كل واحد يكون ليه الكلاشات الخاصه بيه، اوكي اقول له هنا في احمد مثلا واقول له اوكي. طبعا واصدر بسرعه عشان ايه الموضوع معايا هنا بسيط. تعال نروح ل الورك ان بروجرس نافس ورك شير دي كلاشز، وتعال نشوف احمد ايه الكلاشات اللي جوه ده. هنا في هنا الفايلين هم متسميين نفس التسميه اللي انا سميتها في التيست. تعال نفتح مثلا ده، هقول له مثلا افتح باي جوجل كروم، وده بيكون شكل الكلاش تيست بتاعي او الكلاش ريزلت بتاعي. هنا لو ضغطت على الصوره دي بيبقى لك هنا صوره للكلاش بتاعك، اوكي تقدر تقول له من هنا ارجع تاني على الكلاش، وادي برده هنا صوره للكلاش، اوكي ده الخط اللي بيكون بالاصفر ده، ده الجروب، الجروب بتاع الكلاشز. واحنا قلنا ان احنا بنعتمد على الجروبز دي في ان انت تعرف التيم بتاعك، ما تدخلش تحل الكلاشز دي. انا مش عايزك تحل الكلاشز، انا عايزك تروح على الجروب وتروح تحل واحد بس، اوكي يعني انت تروح تحل كلاش واحد بس من الجروبز دي فهتلاقيهم اتحلوا معاك، او تحل كلاش واحد وتشيك على بقيه الكلاشز. طيب ازاي بقى هيروح للكلاش ده بعينه، او ازاي هيوصل للكلاش ده بعينه؟ هنلاقي هنا مثلا ان ده الستيتس بتاعت الكلاش، ده الديستانس، ده اللوكيشن. طبعا يعني انا شايف مثلا لحد هنا ان المعلومات مش مفيده، كنا ممكن نشيلها. الجريد لوكيشن برضو يعني ممكن يفيدني ممكن ما يفيدنيش. الديسكريبشن بتاع الكلاش ده معايا تمام، الداتا فاوند ما يهمنيش. الاساين ده انا مثلا ما اساين الكلاش ده كنت عامل له اساين لاحمد اهوت، فتلاقيه موجود معايا احمد. الايتم اي دي ده هنا بقى ايه بدايه الجد. عندي هنا حاجتين، الايتم اي دي اوكي والاليمنت اي دي. طبعا انا شغال على الاليمنت اي دي، احنا قلنا واحنا بنكسبورت اصلا في اثناء ما احنا بنعمل اكسبورت قلنا ان كان في حاجه اسمها element id، اوكي قلنا ان احنا مش عايزين نعملها اكسبورت، اللي هي كانت في addends، ومن addends من هنا navisworks، ومن هنا navisworks setting اللي هي دي convert element convert element id. يعني مش محتاج ان هو يعمل لي الاي دي بتاع الاليمنت، اوكي. طيب تعالى ايه نكمل مع بعض كده، ادي الاليمنت اي دي وادي هنا الاليمنت اي دي. يعني قلنا ان دي هي هنا دي هي دي اوكي، لكن في العادي مش بتبقى هي. طيب تعالى مثلا، وبتحصل دايما المشكله دي معانا في الميكانيكال، خلي بالنا منها اوكي. طيب ماشي، ده هو ده وده هو ده اوكي. طيب نخلي بالنا ان الايتم اي دي بيكون غير الاليمنت اي دي. يعني الايتم اي دي هنا اوكي، الايتم اي دي ده بيكون غير الاليمنت اي دي، ودي مشكله بنقع فيها كبيم كوردينيتور. ان انا ادي لي التيم بتاعي اي دي، فياخد الاي دي يدور بيه في الموديل بتاعه فما يلاقيهوش. ايه المشكله؟ انك بعت له الاي دي بتاع الاليمنت او بتاع الجيومتري. يعني مثلا لو عندك باب، اوكي لو عندك باب مثلا، فانت بعت له الاي دي بتاع الاوكرا، فهو مش هيعرف يختار الباب الاي دي بتاع الاوكرا او الاي دي بتاع الفريم، تمام. لكن انا عندي هنا عشان الكلاش بتاعي مثلا عباره عن باب از يونت واحده مثلا وفلور، فهتلاقي ان الاليمنت اي دي او الايتم اي دي سوري هو الاليمنت اي دي، لكن انا بريبورت دايما بالاليمنت اي دي اوكي، واصلا ما باخدش ما بعملش اكسبورت للاليمنت اي دي اللي هو الموجود معايا. طيب خلينا ننزل مثلا كواحد بقى هيحل كلاشز، هينزل ياخد الاي دي ده ويروح بيه لبرنامج النافيس ورك ويبدا يحل الاي دي بتاعه، وهتلاقي هنا ايتم واحد وايتم اثنين تمام.
يبدأ يشوف الاي دي ده ويروح يشوفه هو مكلش مع ايه ويبدأ يحله. اوكي نفس الكلام في جروب 2 برضو، انا عاملهم جروب، يعني انا عاملهم جروب بدلالة زي ما قلنا ان هو هيحل كلاش واحد منهم مثلا، او الكلاشز دي لها علاقة ببعضها، وممكن كنت انا اعمل له كومنت مثلا، اكتب له في الكومنت، اوكي في الكومنتس هنا اقول له ان الجروب ده ليه علاقه ببعضه، او الجروب ده مثلا موجود كله في الدور الثاني. تمام، انا كتبت هنا اسايند تو احمد مثلا از كومنت، ممكن هنا كنت اكتب له اي كومنت تاني واقول له والله في عندك الكلاشز دي تقدر تحلها مع بعضها، او تقدر تي 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 مثلا الكلاشز دي لو حليت واحد هيتحلوا كلهم او اي كلام. تعال نرجع للكلاش الثاني برضو موجود عند احمد بين الكولمز والدكتس. يعني خليني اسحبه كده عشان هو ياخد وقت لما يفتح، اسحبه واحطه هنا كده. ادي الكلاش التاني ما فيهوش اي جروبس، تمام، موجود فيه نفس الانفورميشن تقريبا. تمام اوكي، يعني انا بحاول اوكي بحاول اشوف لكم حاجه يكون فيها الاليمنت اي دي الايتم اي دي مختلف عن الاليمنت اي دي. طيب هما الاثنين هنا عشان ما فيش عزل، وما فيش ما فيش عزل في الدقات دي، فالموضوع بيكون بسيط شويه. طيب بكده نكون احنا خلصنا الكلاشز. اوكي اللي بعد كده بقى، وهو ان انا ابدا بعد ما كل تيم يحل الكلاشز بتاعته ويعمل سيف لي الموديل، او يعمل سينكرونايز لو هم شغالين على سنترال موديل، ابدا تاني ان انا اروح افتح المودلز دي وابدا ان انا اعمل لها اكسبورت تاني ل ان دبليو سي، واوفر رايد على الفايلات الموجوده هنا، وابدا تاني برضو اعمل ايه بقى لما اجي هنا المره الثانيه. مش هروح اعمل كلاش تيستس بقى، خلاص هي الكلاشز بالفعل موجوده. هروح افتح ملف ال ان دبليو اف. طيب يعني انا مش عارف، يعني الناس اللي مش هتكون اشتغلت كويس بالنافس ورك مش هتستوعب الكلمتين دولت، لكن انا ممكن كده نقولهم في السريع مفيش مشكله. انا خلاص وانس ان انا خلصت بالشكل ده الكلاشز بتاعي، فراح اقول له هنا فايل وهقول له سيف، وهسيب الفايل بتاعي ده في الفيلا ورك ان بروجرس، بعد كده نافس ورك، بعد كده ان دبليو اف، وهسيب الفايل بتاعي ده. تمام، وهقول له ده مثلا ان دبليو اف ده هسميه فيلا بروجكت. اوكي وهسيفه هنا واقول له سيف. هو كده خلاص الفايل بتاعي اتسيف. تمام، طيب دلوقتي بقى في الـ في الـ في الستيج الثانيه، او المرحله الثانيه، او في السايكل الثانيه، بعد ما كل واحد من المودولر يبدا يحل الكلاشز بتاعته وكده، يبدا بقى يا اما هو يعمل لي اكسبورت، يا اما انا اللي انا اروح اعمل اكسبورت. هيقول نافس ورك 2020، وبعد كده يروح ي اكسبورت ويوفر رايد على الفايلات الموجوده هنا. تمام، او ممكن عشان ما تحطش نفسك مثلا ان الفايل ما يرضاش يوفر رايد والنافس مفتوح، هو في هنا سيتنج بيتعمل عشان يرضى يوفر رايد عليه. تمام، بس خلينا يعني نقول له ان انا مثلا هحط الفايل بتاعي ده اوكي هنا في نيو فايل ولا حاجه. تمام، وبعد ما يحطه في نيو فايل، تمام، هبدا بقى ان انا ممكن اقفل النافس ورك واحط الفايلات بتاعتي او اوفر رايد انا عليها او كده. المهم ان انا الفايلات بتاعتي تتحط في المكان ده، يعني المسار بتاع الفايلات بتاعتي اللي انا هشتغل عليها ما يتحركش، ما ينفعش يتحرك. اوكي تمام، لازم يكون في المكان ده. تمام، واكسبورت سيف خلاص. وهاجي في المره الثانيه افتح بقى برنامج النافس ورك، هل هضطر ان انا اعمل كل الكلام اللي انا عملته ده؟ لا خلاص، هو الكلام ده بيتعمل اول مره بس. اوكي طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ تروح على الكلاش ديتكشن، وكل اللي انت هتعمله تخلي بالك منه انك هتروح كده على الموديل بتاعك وانت فاتحه، وتروح تقول له من هنا من هوم هتقول له ان هايد اول، تظهر كل العناصر عشان لو في عناصر مخفيه او انت خفيتها عن طريق الخطا. وخلي بالك لو في اي اليمنت مخفيه، اوكي يعني انا مثلا لو اخترت الاليمنت ده مثلا وقلت له هايد وجيت عملت تشيك كلاش والعنصر ده كان مكلش، مش هيطلع كلاش. اوكي لازم العناصر كلها تكون ظاهره معايا، فاقول له هنا ان هايد اليمنت او ان هايد اول. اوكي وبعد كده
هروح بقى من هنا هلاقي العلامات الصفراء دي بدأت تظهر، معنى العلامات الصفراء دي ان في ابديت حصل او في عناصر اتحركت من ما بينها وبين بعضها او في حاجات اتغيرت، فلازم ان انا اروح ايه اعيد الكلاشز دي تاني او اعيد التستس دي تاني. وده بيتم عن طريق ان انا راح اقول له ابديت اول بكل سهوله من هنا، اقول له ابديت اول، فيبدا يران كل الكلاشز دي تاني، شال العلامه الصفراء، وراح هنا بقى تاني في الريزلت الاقي الكلاشز بتاعتي بقى اللي اتحلت، الكلاشز اللي اتحلت فلاقيها واخده الرمز ده ريسولفد كده، الاقيها بقت اصفر بالشكل ده. اوكي خلاص، معنى ان الكلاشز دي اتحلت خلاص. تمام خلاص. طب انا الكلاشز اللي اتحلت دي برضو انا مش محتاج اشوفها خلاص في الريبورت بقى، يعني انا خلاص عرفت ان هي اتحلت، اقدر ان انا اشيلها من الريبورت؟ اه طبعا اقدر ان انا اشيلها من الريبورت عن طريق ان انا اقول له هنا كومباكت، عن طريق ان انا اقول له كومباكت، فهيشيل لي الكلاشز اللي هي خدت علامه صفراء او اللي هي المفروض ان هي اتحلت، وابدا تاني اشوف ايه الكلاشز اللي ظهرت جديده وايه الكلاشز اللي لسه زي ما هي. فالكلاشز اللي هتلاقيها ظهرت جديده هتلاقيها واخده هنا نيو. اوكي طب والكلاشز اللي هي يعني زي ما هي ما اتحلتش، الجماعه بتوع المودلرز مثلا ما عبروكاش مثلا ولا حاجه وكبروا دماغهم وما حلوش الكلاشز، فهتلاقي ان الكلاش بتاعك هنا لوحده واخد اوتوماتيك اكتف. اوكي يعني في الاخر كده قلت يعني كميه معلومات كبيره شويه، لكن معلش عشان دي الوقت بس. بعد كده هروح بقى ايه تاني لريبورت، وهبدا تاني رايت ريبورت، ريبورت بالكلاشز اللي موجوده عندي دي، وهكذا سايكل ورا سايكل ورا سايكل لحد ما اتخلص من الكلاشز اللي عندي. وطبعا زي ما بنقول دايما مفيش موديل زيرو كلاش، لازم طبعا الموديل يكون فيه كلاشز، حاجه ضروريه يعني. لكن زي ما احنا شفنا في الكلاش ماتريكس ان الكلاشز اللي عندي متصنفه ليها تصنيف. اوكي كل كلاش ليه تصنيف، كلاش كريتيكال، كلاش عادي ان هو يعدي، كلاش ما ينفعش يعدي، ده كله بياخد باله منه البيم كوردينيتور عشان يبعت الكلاشز اللي هي الاكثر اهميه، وبعد كده يبعت الكلاشز الاقل اهميه وهكذا. والسلام عليكم. كده انا خلصت يعني، معلش انا جيت بسرعه في الاخر كده وكنت سريع شويه، لكن اتمنى يكون حتى لو قدر بسيط من المعلومات دي وصل لحضراتكم او افدتكم يعني قدر الامكان. السلام عليكم.